بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله شباب، ويانا في تقريبا الحلقة الأخيرة، أو نقول الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من مذاكرة وسوالف. مثل ما تشوفون الآن في الجدول قدامكم، زين، عندنا اليوم الخميس، طبعا اليوم تاريخ 9/6، طبعا الموافق حق 10/11، حق 10/11 1443، زين، عندنا اللي هو مادة برمجة متقدمة. حياكم الله شباب، ويانا، حياكم الله، السلام بارك الله عليكم، فيكم. وعليكم السلام كيف الحال؟ ورحمة، حياكم الله، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يسلمكم يا رب. اخباركم؟ والله الحمد لله، الله يسلمك، الله يعطيك العافية إن شاء الله. طبعا اليوم عندنا برمجة عند طيب، الساعة الخامسة مساء، متقدمة. عبد الله هلا والله، حياك دلل، معك سيف. حياك الله سيوف، الله يعطيك العافية. شوف، ممكن لما يكون افضل طريقة بدال الماتيريا هذه بتكون طويلة كثير، ندخل على الدبليو 3 سكول ونشوف الاختبارات اللي فيها. احنا اختبرناها مسبقا، اتذكر ان الاستاذ ما جاب اسئلة واجد منها، عرفت؟ اي بس ان هذه بتكون نهائية، كيف نهائية؟ يعني في نفسها بيكون نهائي. لا، هذه بتصير الماتيريال اللي موجودة هذه طويلة كثير مرة، بعكس لو صارت على شكل يعني 32 صفحة اوفر، لو كانت على ما يقولون وقت، خاصة انه ما راح يمدينا عليه. ندخل على الدبري ثير سكول ونشوف مثلا حق والله الاتش تي ام ال. جربنا قبل احنا يا سيوف، وخقبنا 3 دبليو سكول، اقول لك ولا سؤال جاب الاستاذ، فخلنا نشوف هذيلي. ايش رايك نعرج على 3 دبليو سكول حق السيكول، لان السيكول ما سويناه من خلاله، ولا البقيه كلهم موجودين في القناه، عرفت قصدي؟ خلاص بنشوف، احنا بنشوف اللي هو على استعداد ونخلص هذه، وبعدين بنبدأ في اللي هو 3 دبليو سكول مثل ما ذكرت، اذا كان في امكانية، لان المشاركة الحين مشاركة على المستند، يعني صعب علي ان انا اشارك الشاشة، بس بحاول اشوف اذا في طريقة. زين، خلنا الحين نشوف اللي هو المستند هذه. بداية اللي هو ال HTML. شنو هو ال HTML؟ What is HTML؟ HTML هو ستاندرد اللي هو هايبر تكست مارك اب لانجويج. انت عارفه وهني، طبعا استاذ يوسف اول اختبار اذا انتم تذكرون سوى لعبه. زين، شنو اللعبه؟ انه قال لك شنو هو تعريف اللي هو ال HTML، بعدين جاب لك اللي هو HTML هايبر تكست لانجويج، وياها اشياء ثانيه واشياء ربما اذا ما دققت بالتاكيد انك بتجاوب غلط، عرفت شلون؟ فهني لازم تحفظون حتى لو السبيلنج مالها اللي هو هايبر تكست مارك اب لانجويج، واضح؟ وهي لغه الكود. جميل يا شباب، فهذا الشيء مهم، خلنا ناشر عليه كالمعتاد بالاصفر عشان النهوة راح يجي بإذن الله في الاختبار. زين، HTML describes the خلينا نشوف نترجم. يصف هيكل صفحة الويب. جميل، انتم عارفينها، خلونا عشان نسرع. اللي هو هذه الرامز اللي عادة يجي فوق الدوك تايب، هذه دائما يرمز الى ال HTML5 document. اذا احنا شفنا هذا الشيء موجود، هذا يشير الى ال HTML5، فممكن يجيب لنا سؤال. شو يقول؟ يقول ان عندنا اللي هو الدوك تايب، زين، HTML اللي هو HTML5 document، هل هذه اللي هو، او بيقول لنا الدوك تايب شنو يرمز له؟ هل يرمز حق ال HTML عادي، ولا ال HTML 5، ولا ال HTML 4، وهكذا؟ لا، اسقرون لل HTML 5. جميل، فهذه قد يجي على شكل
سؤال ايضا. زين. HTML element is root element of an HTML اللي هو هذه الرام اللي هو هذا الجذر الرئيسي او التاج الرئيسي. تاج الجذر حق ال HTML. حلو. هني عندنا اللي هو منطقة الهيد. منطقة الهيد هذه منطقة غير مرئية موجودة في اللي هو الصفحة. عادة تحتوي يقول contains تحتوي على meta information. meta information هذا حق توجيه اللي هو ال SEO حق اللي هو حق جوجل وغيره راح يقرؤون الميتا زي محركات البحث يعني راح تقرأ الميتا. إذا كانت فيها معلومات راح تخلي اللي هو نتائج البحث في البداية فهذا يستخدمون له الميتا انفورميشن. أنا قلت لكم هالحاجة عشان إنه لو يجي لكم الاختبار تذكرون. about the HTML. التايتل هي المنطقة اللي تشوفونها في الأعلى على كل صفحة. زين. فاللي هو تشوفونها في اللي هو التابات. لو تلاحظون هني منطقة هذه التاب اللي هني هذه في اللي هو طيب عبد الملك هي خلاص عبد الملك زين فبهالشكل اللي هو تكون اللي هو في التاب مال كل صفحة قلنا تايتل تايتل اوف بيج خلينا نشوف اذا في كان كلمة مرجعية في حالة title for page عموما هو title for page هذا اللي كتبه حبيب. عندنا هنا البادي. body element هو اللي هو جسم الصفحة وهو يكون الجزء المرئي من الصفحة. انتبهوا الجزء المرئي من الصفحة هو البادي. اي شيء نحطه في البادي راح يبين في الصفحة مثل الهيدنج والباراجرافز والايميجز والهايبر لينكس والتابلز والليستس والى اخره. ال H1 هي من انواع الهيدنج. عندنا 6 انواع من الهيدنج اللي هو من اللي هو H1 الى H6. جميل. وعندنا اللي هو ال P. ال P هي من باراجراف. فهني نقول لارج هيدنج وهني اللي هو البي باراجراف. زين فلا تضعون في الاختبار البي باراجراف والاتش من اسمها هيدنج. جميل. ويب براوزرز ما اتذكر انه اتكلم عن الويب براوزرز يا حبيب. بوربوس اوف ا ويب براوزر مثل كروم وايدج وفايرفوكس الى اخره ما ابغى نتكلم عنهم. Learn HTML using Notepad or text edit. زين نقدر ان احنا نحرر اللي هو ال HTML حتى على المفكرة او اللي هو text editor اي text edit. زين نقدر ان احنا نحرر عليه ولكن احنا مثل ما شفنا اللي هو الافضل في ال شو اسمه تحرير النصوص هو ال هو ال شو اسمه ال V S code اللي هو ال first شو اسمه Visual Studio code. جميل يا شباب. HTML codes نشوف هني اللي هو تكلمنا عن ذي قبل وهني اللي تكلمنا يعني إنه حساس حق حالة الأحرف. عذرا ليس حساس بالعكس مو بحساس حق حالة الأحرف. HTML ابدا ليست حساسة لحالة الاحرف يا شباب. زين. حلو. هني اللي هو HTML headings. مثل ما قلت لكم HTML headings من 1 إلى 6. عندنا 6 تاجات. زين. السادس هو يكون الأصغر. انتبهوا على هذه النقطة ان السادس هو الأصغر بينما الأول هو الأكبر. لا تعكسون السادس
آخر واحد اللي هو رقم 6 هو الأصغر، بينما الأكبر هو H1. تفضل يا حبيب، شو أخبارك؟ طيب ال HTML Body Graphs هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله بالخير، شو أخبارك؟ شو مسوي؟ تشكر على هالجهد الجبار، يعطيك العافية. العفو العفو، ما سوينا شيء. الله يعطيك العافية يا رب. طيب هني عندنا الباريجراف، الباريجراف هي الفقرة اللي عادة تكون في ال HTML، وهي فقرة عادية. زين، نستخدم اياها ال P. زين، نقول لها تنسيق معين اقل من اللي هو ال H1 كله، H1 H2. طيب هني عندنا ايضا اللي هو التاج، مهم جدا، وهو تاج اللينكس، التاج الروابط. الروابط تكتب بهذا النحو. زين، يكون عندنا اللي هو التاج A. التاج A بحده كأي تاج ثاني بالضبط، كنا بالجراف. زين، لازم نضيف فيه الاتشرف. الاتشرف هذه شو حق له؟ هذه اللي هو الهايبر ريفرنس. الهايبر ريفرنس هي هو المرجع التشعبي. حلو، يعني الرابط باختصار. احنا بنجي هنا في الاتشرف، بنحط الاتشرف اللي هو ك اتريبيوت، كصفه. زين، او سمه، عذرا، سمه حق التاج هذا. زين، او حق الوسم هذا. بعدين بنسند لها، بنحط يساوي، بعدين نحط الرابط اللي احنا نبيه، اي رابط نقدر نحطه هني. بعدين شنو في اللي هو داخل التاج؟ راح نحط اللي هو شنو، اي شيء نحتاجه، مثلا اضغط هنا او اي شيء، دس الينك مثل ما مكتوب هني. فهذه اللي هو العبارة هي اللي راح تظهر، بينما الرابط ما راح يظهر. الرابط اذا ضغطت عليه، ضغطت على هذا الاسم، مباشرة راح ينقلك الى الصفحة اللي انت، او الرابط اللي انت حطيته. جميل يا شباب، فهذه مهمة. زين، the link distribution. اوكي، هذا الوجه يقول لي تم تحديد وجهة الارتباط في اتشرف. اتشرف يحدد لك وجهة الارتباط. جميل، التارجت. التارجت هذه الشيء مهم. زين، انه هو اذا انت جيت على اللي هو شو اسمه، لحظات بس يا شباب، انا ودي اخلي المشاركة تشوفون كل الشاشة، لان حاليا وياي انتو شباب، صح؟ طيب معاك بس بدون تشوفون شاشتي باكملها، صح؟ ومزيت مساعد تشوفون المستند، الحين تشوفون الشاشة بأكملها، صحيح حبيب؟ طيب ايوه مضبوط. بس شنو ايوه الحين ما اي. فالاجراء اللي بيصير لو جينا على لحظات بس ثواني يا شباب. حلو، هذا الموقع. معذرة. حلو، هذا الموقع يعطيك اللي هو الصفحة، صفحة HTML. إذا أنتم تشوفون قدامكم الحين، لو جينا في هذه الصفحة وضفنا A، زين، هل اذا حطينا في، اضغط هنا مثلا، جميل، وهني حطينا اتشرف،
يساوي مثلا جوجل دوت كوم. طبعا لازم نحط ال HTTP بعدين اللي هو نحط الرابط. فبهالشكل لو تلاحظون الآن ضغط لنا طلع لنا زر زين، هذا الزر يقول لك اللي هو اضغط هنا لو تلاحظون، شايفين انتو شباب صح ولا كبر؟ زين زين اضغط هنا، اذا ضغطت هني ايش بيصير؟ بيجيب لك جوجل بعمره هني المفروض، واضح؟ بينما لو حطينا لا اللي هو تارجت راح يجيب لنا اللي هو جوجل في صفحة جديدة، واضح؟ لو تلاحظون الحين راح لنا ننتقل حق صفحة جديدة وجاب لنا جوجل فيها. فهذه فائدة اللي هو التارجت بلانك. زين بلانك قريب ان انا كتبت بلانك وضبط اجيب اللغة. زين واضح يا شباب؟ السلف راح يكون يطل يحطها في نفس الصفحة، فهني يقول لك opens the document in same اللي هو window tab as it was click، راح يحطها في لك في نفس الصفحة، فهو الافتراضي هو سلف. جميل. بلانك راح يحط لك في صفحة جديدة. زين parent open the document in parent frame، حلو، راح يضيف لك اللي هو في parent frame داخل اللي هو المستند معين مثلا داخل الدف او شيء من قبيل. open اللي هو التوب راح يكون لك open the document and full body of the window، راح يضيف لك في اللي هو الفول بادي، ما علينا نجربها اذا كان ذلك متاح. اخر واحدة شنو اسمها؟ بس ذيلي ما نستخدمهم ترى واجد على فكرة، ندرسهم وما نستخدمهم. طب زين خلونا هن مثل ما قول سيوف، ايوه حطها لنا في البادي نفسه، شال كل شيء وحطها في البادي فبهالشكل. جميل. الآن خلنا نرجع حق اللي هو المستند اللي سواه حبيب مشكورا. هني يقول لك اللي هو عن اللي هو use a image a link. زين شلون تستخدم الصورة او تحط اللينك على الصورة؟ باختصار الصور وغيرها من الاشياء شنها ناس بالضبط. زين فاحنا لو تلاحظون فوق احنا حطينا ان اللي هو اللي هو تاجل ايه. زين بعدين حطينا في وسطه ناس، نقدر نحط في وسطه فيديو، نقدر نحط في وسطه صوت، نقدر نحط في وسطه اللي هو صورة، اي شيء نقدر نحطه في وسط اللي هو شنو اللي هو واسم الاي، واي شيء نحطه في وسط واسم الاي راح يكون مباشرة عبارة عن اللي هو صورة، عبارة عن لينك، عذرا لينك زين، او مثلا صورة عليها لينك وهكذا. زين فنحط اول شيء نجي نحط الاي، بعدين نحط اللي هو الاتشرف الرفرنس المرجع، بعدين نحط اللي هو الصورة او اي شيء نحتاجه، واخر شيء نسكر اللي هو التاج. بهالشكل يكون صورة عليها اللي هو رابط. HTML images، HTML images different okay. اللي هو بالنسبة حق ال HTML image في عندنا اول شيء نبدأ بالإيمج، وهي تعتبر single tag، يعني tag بس ينفتح ما يحتاج انه يسكر. زين فبنحط image،
بعدين بنحط اللهوة تذكرته، هذا خلصنا. ولكن فيها الأشياء هذه الهامة مثل السورس. السورس هو مصدر الصورة، الصورة ما جاية، فلازم ان احنا نحط السورس كسمة. طبعا سورس انا نحطها بسمة src، بعدين اللهوة alt. alt يعني البديل في حالة ان ما ظهرت الصورة زين، تعطلت بسبب ما، مثلا ان المصدر خطأ زين، السورس خطأ، او ان اللي هو الصفحة نفسها ما بجاي تجيب اللي هو الصورة زين، او شيء من هذا القبيل، طلع لي ناس بديل جميل، فراح يجيب لك اللي هو w3schools مثلا .com وهكذا. وذ الوذ هو العرض، عرض الصورة، بينما الهايت هو طول الصورة زين. فبهالشكل هذي اللي ما اجباريين، ممكن ان احنا ما نخليهم اللي هو، ممكن ان احنا ما نخلي اللي هو او نشيلهم. في حالة ان احنا شلناهم راح يجيب لنا الحجم الطبيعي للصورة نفسها. فبهذا النحو ايضا ممكن ان احنا نحطهم في اللي هو سمة ستايل اللي هو التابع حق CSS. بعدين نحط اللي هو شنو، نحط الوذ اللي هو الوذ نعمل كصفة CSS، بعدين نحطها بس نتابعها. هني ما يحتاج ان احنا نحطها ب اللي هو الوحدة، اما في CSS لازم نحطها بالوحدة اللي هي البكسل، لازم نحط البكسل. اذا ما حطينا البكسل هني ما راح يطلع لنا صوره اصلا، راح يطلع لنا، ما راح يطلع لنا شيء، وما راح يلتزم اللي هو الحجم، راح يجيب لك الحجم الطبيعي مال الصوره فقط، ما راح يسوي اكثر من كذي. ولكن في حاله ان احنا بنحط اللي هو شو اسمه مباشره في سمه الاتريبيوت، راح يجيب لنا الصوره بالحجم بالبكسل طبعا زين. حلو، خلنا نشوف عندنا ويش بعد. هني عندنا اللي هو الاتشوان اللي تكلمنا عنه يا حبيب. البي ار، البي ار هو البريك، لاين بريك زين. هذه اللاين بريك معنات بالعربي مثل ما يقولون انتو زين، او نقول كلنا اللاين بريك يعني المقصد بهني في البرمجة هو السطر الجديد زين، او الانتر اذا انت تضغط انتر، فهذا هو عبارة عن اللي هو سطر جديد. فهني مثلا this is a، بعدين نحط br، br معناته راح يحط له في سطر جديد. لو اخذناه وحطيناه الان في اللي هو الصفحة اللي قبل شوي كنا نشتغل عليها زين، راح تلاحظون ان صار اللي هو this is، بعدين حط لكم مباشرة حط لكم اللي هو سطر جديد، بعدين نكمل العبارة لان في بي ار. لو شلنا البي ار راح يشيل السطر، حطه كله في سطر واحد. اذا هذه حق اللي هو السطر الجديد جميل، فما ننساه في الاختبار. عندنا الاتش ار، الاتش ار هي عبارة عن المسطرة زين، اتش ار هي المسطرة، الهورزايد اللي هو الرولز زين، عموما احنا نسميها المسطرة، وهو عبارة عن خط افقي، القواعد الافقية جميل، عبارة عن خط افقي يشبه المسطرة، فلهذا احنا نسميه المسطرة في عالم البرمجة. فلو جينا هني وكتابنا طبعا هذه سينجل زين، بس نحط اتش ار مباشرة راح يجيب لنا مسطرة اذا تلاحظون بهالشكل، خط افقي جميل. اوكي نشوف الان كمل الاشياء. مثل ما قلت لكم على الدوام ان لغة البرمجة ولا هو لغة ال HTML ما بحساسة ابدا لحالة الاحرف، not case sensitive جميل. فحفظوا هذه مهمة، يعني مثلا لو جينا هني عشان بس ترسخ في المخ، لو جينا هني وغيرنا هذا الى HR كله بكابيتال ما تغير ولا شيء جميل.
ما يأثر عنده اللي هو الأحرف كانت كبيرة أو صغيرة. زين attributes provide اللي هو additional information about HTML. زين هل نشوف طيب هذا طبيعي اللي هو انه فيه اللي هو attributes start tag اللي هو لازم انه يكون فيه اللي هو start tag والمعظمها فيها تذكيرة rows come and name value. طيب انه يكون اذا انت سويت الاتريبيوت لازم انك انت تحط ال name وال value مهمين اثنينهم. طيب ما علينا. التايتل ما نتكلم عنها الاستاذ مذاكر. التايتل هي عبارة عن شنو؟ عن وصف عند اقتراب اللي هو الماوس من اي عبارة. تايتل هني على شكل اتريبيوت وليست على شكل اللي هو شو اسمه على شكل تاج. التاج غير فوق يكون اما الاتريبيوت لا يكون تحت داخل البادي. فلو جينا هني مثلا في اي ذا نقدر نحط اللي هو التايتل. لو حطينا اي شيء وقربنا من المفروض يطلع لنا عبارة انتم ملاحظين الحين يطلع لنا عبارة وصفية. فهذا هو التايتل. جميل حلو هذا اللي كلهم تكلمنا عنهم. لبري اللي هو بريفورمانس تكست. هذه عشان يطلع لنا النص منسق مسبقا زين يكون النص اللي هو عبارة عن اللي هو هني ما يحتاج الفرق بينه وبين البي العادية هو ان مثلا لو حطيت زي الشعر مثلا حطيت مسافات بينهم بين بعض حطيت اللي هو حتى لو حطيت البريك بس حطيت اللي هو انتر العادية ما حطيت بي ار ما يحتاج تحط بي ار بيطلع لك اياه كما هو بالضبط. هذا الفرق بينه وبين البي. زين خلنا نشوف هني في بعضهم او بعض الرموز خلنا نتكلم عليها على الطاير عشان نشوف اذا في اللي هو اختبار HTML على الطاير كذي من نختبره. تم قال سيوف بداية المحادثة. عندنا البي هو البول تكست اللي هو القصد من اللي هو النص العريض. زين البند العريض يعني حين لو جينا هني قلنا له اي شيء نحطه في وسط البي ما قلنا انه هو ما عنده مشكلة ويا الاحرف راح يكون بالبند العريض لو تلاحظون. والاي حق المائل عشان يصير مائل حتى لو تلاحظون في الوورد نفس العلامات هذه يعني. زين بس خلنا نشوف هذا هو الاي. الاي ام هم عارفه لك هني كتابة بارزة EM نجربها EM لو تلاحظون مشابه حق الآي. جميل هني اللي هو الأشياء الثانية الماركت ما أتوقع إنه بيجيب كذي حبيب في الاختبار ولا ديليت. لا ديلي شو اسمه اتذكر في اسئله شو اسمه في عنها اسئله دبليو 3 سكي دبليو 3 لا تعرف انت تعرف تعريفها بس لا تعرف شو تسوي يعني مثلا البي معروفه بولد الاي ايتالك السمول سمولر يعني لو جاب بحر وتعريف يعني الاختبار نظري مو بعملي يعني ما لا تعرف شو تسوي يعني الشغلات المعروفه ما توقع
حلو. شغلات مبنى حبيب مبنى. حبيب ايوه حبيب تفضل. انا اشوف ان كقراءه زي كذا قاعدين نقرا اشياء كيف طريقه اسئلتها ومو عارفين كيف توصل لنا. في عندنا ندخل منصة سطر لأن الوقت الحين جات الساعة واحدة باقي أربع ساعات تقريبا، يا منصة سطر أو W3School نشوف الأسئلة، حتى لو ما جاب منها شيء تكون عندنا فكرة للأسئلة، لأن الحين هذا قاعدين نقرأ حنا تاقات سترونج الآي المارك هذولا كلهم تاقات، هذه معلومات لنا، أما كمذاكرة ما راح تفيدنا بشيء، احنا قاعدين نحط حشو حشو بس. بعكس لو كان في أسئلة مباشرة نجاوب عليها توصل لنا، حتى لو ما جابها يكون نفسه هذا الكلام اللي موجود نفسه هذا الكلام على طريقة أسئلة، بعكس إنه يكون كذا قراية. يلا شارك وهدايت الله ما عندك مشكلة، بس في نقطة بس واحدة ثاني إن البي إذا صارت تحت صاب تحت هذا تحط لنا اللي هو الكود تحت زي تحت النص، بينما إذا كانت بهالشكل بي راح تكون فوق سبسكريبت اللي هو هذا راح يكون فوق وهذا تحت. بس هذه النقطة اللي كنت أحب أوضحها التعليق بهالشكل. خلنا الحين نروح حق اللي قاله حبيب اللي قال اللي قاله سيوف زين والتابلز. خلنا نشوف الآن لحظات بس خلنا نروح حق الشيء اللي قاله بس جلوز جلوز سبان ورسبان ترى جاب عنها أسئلة تكلمنا بس قبل ما نطلع منها. أيوة كلوز سبان والروز سبان منصة سطر ما فيها أسئلة عنها وجواب عنها أتذكر في الاختبار. كل سبان وين هي كل سبان؟ تحت تحت شوي بعد. أي لحق ال. أيوة. لحق. ترى جواب عنها سؤال في الاختبار على ما أذكر. إيه كل سبان حق ال. بس تنويع دمج الأعمدة والراو سبان حق دمج اللي هو الصفوف. جميل يا شباب. حق الدامج هذي واضح يا شباب. المفروض نربط بكلمة. خلنا نشوف احنا المنصة سطر مثلا لان احنا قبل اختبارنا في ال HTML. في اختبار يا سيوف منصة سطر انا ما ادري ترى اتوقع ان في سطر في اذا كنت مشترك في الدورات تطلع لك الاختبارات. شوف مثلا انزل تحت انزل انزل السطر بالعربي خلنا على الانجليزي افضل مال دبليو 3 سكيل. في عندك هذا زي السي اس اس بيكون في داخل اختبار انزل تحت في اتوقع عن الاختبارات او شيء زي كذا تحت اخر شيء. لا ما لا تنضم شوف الاختبارات لانه هو معطيك الحين. لا اضغط اكس شلون ليش ليش ما انضم قريبا شوف زي هذه عندك المقدمه شوف تحت اخر شيء هل في اختبارات ولا لا قصير موجود. لا لا تحت اخر شيء اخر شيء اخر شيء شوف اخر شيء في المحتوى في اختبار نهائي زي ان ولا على كل واحدة على كل واحدة اختبار قصير كذا ناخذها افضل لنا يعني بس اربع اسئلة او ستة هنا موجود لا هو ثلاث اسئلة ما مشكلة حتى لو كان عربي ما مشكلة يعتبر الوسم وصفي لا خلها انجليزي اما كذا ما راح يفيدنا يستخدم بس هنا نقدر نغير اللغة وارجو والله امر جربت شوف سوى كليك يمين الترانزيت لا تخليه عربي خلي انجليزي ما ادري وين حاطين اللغة اهم في حد بيدخل هو لو احنا شايفين اللي هو الاسئله من الاختبارات السابقه هل في احد عنده الاسئله من الاختبارات السابقه يا شباب اكيد بيجيب منها يعني ابو مشعل ابو مشعل
ومشعل. يا مرحبا، السلام عليكم. سلام الرحمن. يلا حيا. واضح صوتك. واضح صوتك. بغيت انشدك، تذكر اللي قبل الأسئلة اللي كانت موجودة عند حسن السلطان قلت دبليو 3 سكول؟ الأسئلة الفاينل حقت أبدورها والله عندي لين برا، عرفت بي ارجع بيت بعد شوي وبدورها. انا شفت، انا امس قاعد ادور شفت اللي هو الاسئله حقت العملي، ما شفت انا حقت اللي هو يعني زي كذا. الحين لو ناخذها بدال كذا خلاص، هذه اسئله جاهزه قدامنا، هذه الاسئله وات از من دبليو 3 سكول صح؟ اي ايه ايه. ترى غالبا عرفت لو تشوفون انتم اللي الاسئله حقتها ترى اكثرها اقول 100% يجيبها من دبليو 3 سكول. حتى الاختبارات اللي اختبرناها ترى ما غير شيء عن السمستر الماضي. ما غير نهائيا، حتى بعد خفف علينا. اول كان اتش بي معنا، الحين ترى شال البي اتش بي، ترى شيء عظيم ذا البي اتش بي اصلا بالحاله. انت خابر يا عبد الله عرفت، لا يبي لها مداره. صحيح صحيح، قلنا شال البي اتش بي ترى رحمه من رب العالمين. اي والله صحيح. طيب خلنا نشوف هنا، نطلع على الأسئلة اللي في 3W school. What does HTML stand for؟ هذه تكلمنا عنها قبل شوي، اللي هي Hypertext Markup Language. جميل. طيب هنا لو جاب لكم هذا السؤال التفصيلي، خلنا نشوف. ما يصنع معايير، ما تصنع له معايير الويب؟ ما أتوقع أنه بيجيبه. The World Wide اللي هو ويب، هذا القصد من www World Wide Web. ما أتوقع بيجيب هذه. هني اللي هو choose اللي هي الهيدنج، أكيد بيجيب ذا اللي هو اللي يقول لك largest، الأكبر واحد. اختر عنصر HTML الصحيح للأكبر. الأكبر هو ال H1 مثل ما قلنا، والأصغر هو ال H6. زين، في اللي هو الـ headings. زين يا شباب، عندنا هنا حق السطر الجديد. زين، ما هو عنصر HTML الصحيح لإدراج فاصل أسطر؟ عشان نحن نسوي أسطر ما راح نستخدم break، ما راح نستخدم LB، لا راح نستخدم BR. جميل يا شباب. Hello. What is correct HTML for indenting? Hello. Color. يقول لك ما هو HTML الصحيح لإضافة لون الخلفية عشان background color. شلون نضيف اللون الخلفية حق أي صفحة في الدنيا؟ اللي هو راح نروح حق البادي واسم البادي، بعدين راح نفتح اللي هو style. انتبه، ما راح نفتح اللي هو bg، ما راح نفتحها bg، راح نفتح اللي هو style. بعدين راح نقول باك جراوند كلر. زين، بعدين بنقول يلا. حلو يا شباب، فبهالشكل. ايضا هذا انتبهوا، ما في ابدا واسم اسمه باك جراوند، باك جراوند. زين، ايضا هي الوحيده الصحيحه هذه. جميل. الان خلنا نشوف اللي هو السؤال اللي يليه. شوز ذا كوركت HTML element to define important text. عشان انك انت تحط اللي هو الناس مهم، شنو التاج اللي راح تستخدمه؟ في عندك strong وفي عندك b، تقدر تشك بينهم، ولكن هم يستخدمون اللي هو strong. ما اتوقع انه راح يجيب هذا السؤال مطلقا. زين، هذه اللي هني حاطه حبيب اللي هو اختر عنصر HTML الصحيح لتحديد النص المميز. emphasized هذه اللي هو ال EM. حلو، مباشرة يجيب لك emphasized على طول، حط اللي هو ال EM بهالشكل. جميل. هني ايضا اللي هو راح يكون عندنا شو اسمه، ما هو HTML الصحيح لإنشاء ارتباط تشعبي؟ الارتباط التشعبي راح يكون اللي هو عبارة عن A href اللي مساء علمتكم إياه، اللي هو أنه يبدأ في بداية وفي نهاية. أيضا في فاصلة، في كلمة لازم تحطها ولا ما راح يظهر أبدا. وهني راح تحط له الـ href. زين، وبعدين الكود.
لا ما في URL، ما في اللي هو تحط الرابط بشكل مباشر، ما في اللي هو نيم، لا ما في هذه الأشياء كلها. فهذا هو الصح، هذا السؤال على الأغلب أنه راح يجي، لأن الـ A يعتبر من الأشياء المهمة. Which character is used to indicate an end tag؟ زين خلينا نشوف. هذه طبعا اللي يقول لك شنو الرمز اللي يجي في نهاية التاج، ما هو الحرف الذي يستخدم الإشارة إلى علامة النهاية. زين في نهاية التاج راح نستخدم اللي هو هذه اللي هو سلاش. جميل يا شباب. How can you open a link in a new tab browser window؟ مثل ما قلنا قبل شوي نحن راح نستخدم في التارجت اللي هو بلانك. جميل، يقول لك إني شلون تفتح اللي هو صفحة جديدة في المتصفح عن طريق اللينك، عن طريق الرابط. فمباشرة راح تقول له تارجت، بعدين بتقول له بلانك. جميل، هني يقول لك which of these elements are all table elements. حلو. حلو، اي من هذه العناصر كلها عناصر تيبل؟ يبقي من ذيل العناصر جايب لك عناصر معينه، يقول لك ابيهم كلهم من عناصر التيبل، من التاجات اللي في التيبل، اللي هو منها تيبل وتي ار وتي دي. ولكن التي تي ما موجود، ما في شيء اسمه تي تي، ولا في شيء اسمه بادي في الجدول. البادي يكون على الصفحة كلها. تي فوت ما في تي فوت ابدا، ولا في هيد حتى. فبهالشكل ما عندنا الا تيبل تي ار تي دي. وتي ار هذه اللي هو يسمى اللي هو التيبل رو. زين، وتي دي هو تيبل داتا. فحفظوهم بهالشكل. جميل، inline elements are normally display. خلينا نشوف اللي هو ترجمته. يتم عرض العناصر المضمنة عادة بدون بدء سطر جديد. أنا ما فهمت حيل ذي without starting a new line، ما أدري ما فهمت عدل. How can you make a numbered list؟ شلون نسوي اللي هو اللي هو القائمة المرقمة؟ هني مش موجود الإجابة، ولكن الإجابة هي الـ OL. زين تقريبا احنا ما نزلت في هذه الصفحة بسبب حكم اللي هو الطباعة كانت فيها خطأ، ولكن الـ OL هي المرتبة. جميل، اللي يكون فيها نمبر، فيها رقم الـ OL. زين هني اللي هو يقول لك ال بوديتد ليست، شلون نسوي قائمة غير مرتبة؟ كيف يمكنك عمل قائمة ذات تعدد نقطي؟ تعدد نقطي انه يكون في نقط. زين، How can you make a bulleted list؟ bulleted list، زين اللي هو عن طريق ال UL نقدر نحط اللي هو تعدد نقطي. جميل، What is the correct HTML for making a checkbox؟ حلو، كيف نسوي اللي هو input؟ هذه الانبوت يكون عبارة عن checkbox او اللي هو مربع اختيار. زين، عبارة عن تجي هنا بس تحط input، بعدين تحط type، التايب تسند له اللي هو checkbox. حلو، checkbox. اوكي يا شباب، ما نحط checkbox مباشرة ولا check، ولا في اللي هو تشيك بحالها بدون تشيك بوكس. حلو شباب، كيف تحس سيوف الحين احسن؟ طيب what is the correct، احسن بواجد عبد الله، يعني زي كذا تجي لنا اسئله وانت تترجمها احسن مننا قاعدين نصفصف كلام ولا ندري كيف السؤال بيجي. يعني خلاص، ممتاز ممتاز، زي كذا اسهل كثير بعد. أهم شيء أنكم أنتم تكونون وياي، فممتاز. What is the correct HTML for making a text input field؟
كيف نسوي مربع نص او مربع ادخال. زين، مربع ادخال نص. مربع ادخال النصوص هو عبارة عن انبوت، الانبوت ذي يكون من نوع نص. عرفتوا شلون؟ ما هو HTML الصحيح لعمل حقل ادخال نصي. جميل، فبنقول له هو عبارة عن تايب وتكست. تكست، فانتبهوا هني مثلا يحط لكم تكست فيلد. تكست فيلد خطأ، ما في شيء اسمه تكست فيلد، انما في تكست. زين، ولا في شيء واسم عندنا مباشرة تكست فيلد هالشكل. زين، what is the correct HTML for making drop down list. drop down list هي القائمة المنسدلة. زين، يقول لك شلون نسوي القائمة المنسدلة. القائمة المنسدلة ليست من اللي هو انواع اللي هو الانبوت، فهني حاط لك نوع من انواع الانبوت. يقول لك داون دروب داون، لا غلط، هذه ليست من انواع الانبوت، انما له اسم خاص، اسم الوسم هو سيلكت. جميل يا شباب، فالدروب داون ليست هو عبارة عن سيلكت. حلو، جميل. What is the correct HTML for making a text area. التكست اريا اللي هي عبارة عن نقدر نقول الحقل النصي الطويل. زين، اللي تقدر انت تكتب فيه مقالة او تقدر تكتب فيه عبارات ما لا نهاية لها، يسمونه اللي هو تكست اريا. ميزته انك انت تقدر تستخدم في وسطه اللي هو الانتر، تقدر تضغط انتر لقبل. زين، وتحط العبارات اللي انت بتحطها. فاسم التكست اريا فلازم تكون تحفظونه اللي هو التكست اريا، بس عشان ان احنا نقربه شوي. تكست اريا، هلو، اظنته هو من النوع اللي لا بداية ونهاية. الحين لو شغلنا هذا هو، تقدر تحط فيه اللي تبيه. هذا اسم التكست اريا. ميزته انه هو عبارة عن حقل نصي تقدر تكتب فيه لجوجل. حلو يا شباب، فحفظوها بهالشكل. هذا هو التكست اريا اسمه، فهو ليس نوع من انواع اللي هو الانبوت. انتبهوا، يعني العايدي هو نوع من انواع الانبوت، الحقل النص العايدي من انواع الانبوت، بس التكست اريا لا، له بحده اللي هو وسم. جميل، what is the correct HTML for inserting an image. زين، شلون ان احنا ندرج صورة في ال HTML؟ مثل ما قلنا، انتبهوا هني هو حاط الالت بحدها، ما حاط سورس. زين، بدون السورس ما راح يطلع، ما راح تطلع لنا صورة. هذه واحد. اثنين، اللي هو مثل ما قلنا اللي هو الامج، زين، لا بداية فقط وليست لا نهاية. هني حاط لك بداية ونهاية، ده غلط تماما. زين، ايضا هني حاط image كلمة كاملة، كلمة كاملة ده خطأ طبعا، هي بس img، بس img بعدين source بعدين نحط اللي هو مسار الصورة، من ثم راح نحط اللي هو الالت اللي هو النص البديل. جميل يا شباب، ممكن ان احنا نشيل حتى النص البديل لو بيخربط عليكم او شيء بيلعب معلوماتكم، ويشيل الالت ما في مشكلة، بدون الالت تشتغل الصورة والامور كلها طيبة. حلو. What is the correct HTML then for inserting a background image. شنو ندرج اللي هو الصورة، صورة خلفية حق اللي هو الصفحة بأكملها. هذا السؤال مكرر، اتوقع ان احنا شفناه فوق. مباشرة راح نقول له body، بعدين style، بعدين نقول له background. اللي قبل شو حق الكلر. زين، الحين ايضا حق الصورة، الصورة نفس الشيء، راح نقول له background image، بعدين بنحط URL، بعدين بنحط له مسار الصورة. فبهالشكل ما راح نقول له background مثلا اللي هو كتاج،
بعدين بنحط له image بعدين نحط له الصورة. لا غلط، ما في هذا الحاجة كله مش موجود في HTML. ولا بنحط له bg بعدين بنحط له كل الصورة، لا أبدا، أو اللي هو المسار الصورة، لا أبدا ما راح يصير هذا الحاجة. An iframe is used to display a web page within a اللي هو page. هذا يقول لك إن في عندنا شيء اسمه iframe. iframe حتى إذا رحت على يوتيوب مقاطع يوتيوب أو شيء ممكن إنك تأخذ iframe منها. زين الiframe هو عبارة عن إنك أنت تحط اللي هو الصفحة داخل صفحة نقدر نقول. زين فهني يقول لك هل انت راح تقول ويب بيج within a web page بتحط صفحة داخل صفحة. صحيح، الاي فريم هو عبارة عن دمج صفحة داخل صفحة. جميل، فاذا جلكم هذا السؤال تقولون له مباشرة true. جميل، يقول لك HTML comments start with، عشان ان احنا بنعلق اللي هو بنسوي تعليق في ال HTML شلون نسوي. نعم صحيح، نسوي اللي هو نفتح التاج بعدين نحط الاي او عذرا علامة التعجب بعدين بنحط اللي هو سكول مرتين بعدين بنحط النص اللي احنا نبيه. اي شيء هني نحط مثلا and end with مثلا، اي شيء تقدر تحطه. بعدين تسكر اللي هو من خلال انك تحط سكور مرتين بعدين نحط قوس وانتبه. وهني ما في لو شال هذه اللي هو علامة التعجب وحطها في الاخير راح يكون هذه خطأ، ولكن حاليا لا، صحيح العبارة صحيحة تماما ان طريقة التعليق بهذا الشكل تكون زينة. بلوك بلوك كتلة elements are normally displayed without starting. زين انيو اللي هو خلينا نشوف نترجمها افضل. يتم عرض عناصر الكتلة عادة بدون بدء سطر جديد. عناصر الكتلة انا ما بفهم مش قصده، بس ممكن قصد الدف. عموما ما بيجي ذا السؤال في الاختبار. Which HTML element defines the HTML the title a document. زين شلون نكتب اللي هو تايتل اللي موجود في الصفحة؟ ما هو عنصر HTML الذي يحدد عنوان المستند؟ كيف نعدد عنوان المستند اللي فوق هذه؟ زين هذه يسمون عنوان المستند document title أو title of document. زين فهني اللي هو حط لك اللي هو ال H أو ال head وحط لك الميتا. لا الميتا قلنا حق محركات البحث فإحنا ما لنا شغل فيه، وال head هو عبارة عن اللي هو المنطقة الغير مرئية من الصفحة، فال title يبين في الصفحة حقيقة فما علينا منه. فعندنا هني اللي هو ال title، وال title يكون في اللي هو button اللي هو ال head. زين هو الميتا اثنينهم. فعموما عندنا اللي هو التايتل، التايتل هو اللي طلع لنا عنوان المستند الموجود في الاعلى. زين which html attribute، attribute يعني سمة specific. زين an اللي هو الالرنت تكست فور ان ايمج، يعطينا النص البديل حق اللي هو الصورة. If the image cannot be displayed. زين إذا الصورة ما طلعت، في حالة أنه فقط الصورة ما طلعت، إذا طلعت بس الأمور طيبة، ولكن في حالة أنه ما ظهرت راح يطلع لنا النص. هو عبارة عن الألت، الألت راح يعطينا النص البديل. جميل يا شباب، تكلمنا عن مسبقا. Which doc type is correct for HTML5. زين يقول لك شلون نكتب اللي هو الدوك تايب. والدوك تايب هني ربما يضيعون شوي من ناحية انه راح يحط لكم اللي هو HTML5. لا هو يجي يا HTML بشكل عادي HTML العادية، ولكن قبلها علامة التعجب، وانتبه على علامة التعجب ممكن انه يحذفها، وبعدين دوك تايب. جميل يا شباب.
طيب هذه الهذرة اللي هني كبرها شعروها ما لها قيمة، ما لها قيمة، فقط هذه اللي لها القيمة كلها. جميل يا شباب، هنا السؤال مش ظاهر بس تقريبا، او خلينا نخمن ان هذه الوسم يستخدم حق الفوتر حق ذيل الصفحة. زين يا شباب، هذه ما راح اجيبه اللي هو حق الاس في جي. الاس في جي اللي هي الصور الجديد اللي هي تقدرون تقولون ان الصوره ما يتغير حجمها مهما تغيرت، اللي هو الشاشه اللي طالع منها، شاشه الجوال ولا شاشه اللابتوب ولا غير، ما تتغير الدقه في الاس في جي اليمنت. زين، هني اللي هو بالنسبه حق الفيديوز يقول لك ما هو عنصر HTML الصحيح لتشغيل ملفات الفيديو مباشرة فيديو، لا تفكر فيه ولا تحط موفي، ما دخل موفي ولا ميديا ولا غيره، مباشرة فيديو. زين، ايضا اللي هو ملفات الاوديو نفس الشيء، اوديو مباشرة لا تفكر فيه، لا تحط MP3 ولا ساوند ولا غيره. زين، هني عاد ما ادش السؤال، تستخدم سمة HTML من سؤال ناقص فما أدري به، بس خلينا نشوف الإجابة. هذا السؤال الإجابة مرة تنتسخ، حدد ما إذا كان يجب أن يكون المحتوى عنصر أو لا قابلا للتحرير أم لا. وروا لي إن HTML on blur and on اللي هو فوكس ار في عندنا ذيل الاثنين ونتابعها. اي شيء يبدا بالاون يسمى حدث، يقول لك اللي هو في HTML هذيلي اون بلور واون فوكس وفي اون كليك واون مر ايش، كلهم اون اون اون، هذيل كلهم اللي يبداون باون مباشره نقول ايفنت. ايفنت هو عباره عن حدث، اذا احنا سوينا ذا الشيء راح يحدث شيء، فسمونها سمات الحدث. زين، event attributes، لا تقولون HTML elements، ما دخل HTML elements. ليش؟ لان هذيل يستخدمون وين؟ يستخدمون شنهم سمة، شنهم attribute، اصلا attribute يعتبر. زين، فلو جينا هني حطينا on blur مثلا وبعدين حطينا الحدث اللي احنا نبيه بس يكون في الجافا سكريبت، راح يطبق هذا كحدث وليس كسمة عادية. وفي اون كليك اللي احنا نعرفه، وفي اون لود وغيره اشياء كثيرة. زين، فاحنا راح نقول اي شيء اون هو عبارة عن element مباشرة، اون element. جميل يا شباب، مرة بيجي هذا السؤال ولا لا؟ اي شيء في جي ما اتوقع انه راح يجي. بس اوكي، في HTML ما هي السمة المستخدمة لتحديد وجوب ملء حقل الادخال؟ يعني شلون نخلي المستخدم قصبا عليه زين يعبي هذا الحقل، بس نسميه نخلي الحقل مطلوب. زين، حتى هنا يتوقع مكرر هذا السؤال او مكرر هذا الجملة، لما مكررة زين نخليه required. required نجي نحطها نهاية اي input راح يكون اللي هو عبارة عن حقل مطلوب لازم نهوة يجاوب عليه. واضح يا شباب؟ زين، which input type defines a slider control؟ توقع ذي حط لنا اللي هو ما نوع الادخال الذي يحدد عنصر تحكم شريط التمرير او اللي هو الرينج. زين، احفظها حفظ. زين،
عشان نحط اللي هو شريط التمرير هذه نستخدم الرانج. جميل يا شباب، ما اتوقع بيجي اصلا. ما هو عنصر HTML المستخدم لعرض قياس عددي ضمن نطاق اللي هو متر؟ جميل، هني عندنا اللي هو النافيجيشن اللينك، عندنا اللي هو في واسم اسمه ناف، زين هو حق النافيجيشن حق التنقل بين المواقع. جميل، نتابعه. وهني مو باسمه اللي هو نافيجيشن، اسمه ناف بس. ما هو عنصر HTML الذي يحدد روابط التنقل؟ راح يقول لك نافيجيت ونافيجيشن ومر ايش، لا يلا ناف هو اللي حدد لنا عناصر التنقل. اذا ودكم نجرب نجربه في حالة انه صعب عليكم. يقول لكم هني اللي هو اتوقع ان HTML، في HTML ما الذي يحدده عنصر اسايد؟ زين، شو اسمه يحدد عنصر الاسايد؟ يقول لك content aside for the page contact، يحدد لنا شنو محتوى ال HTML نفسه، المحتوى بخلاف محتوى الصفحة. يعني اي شيء غير محتوى الصفحة راح يكون داخل الاسايد. زين، which HTML element is used specify اللي هو header for document or section؟ ما هو عنصر HTML المستخدم لتحديد عنوان المستند او قسم؟ عادة يستخدمون الهيدر عشان انهم يجزئون الصفحة. جميل يا شباب، هذا هي اسئلة اللي هو ال HTML. راح نروح حق ال CSS على الطاير. شنو هو CSS؟ What does HTML أو CSS stand for؟ هي ال cascading setting sheets. ويا يا شباب ولا طلعتها زين. شلون نربطها بصفحة ال HTML؟ What is the correct HTML for leaving to an external style اللي هو sheet؟ راح نقول له link، وهذه نحطها وين؟ في الهيد. بعدين نقول له ref، بعدين نقول ان النوع هذه او الرل، عذرا رل. زين، راح نقول له style sheet، عبارة عن style sheet اللي احنا نبقى نجيبه. بعدين نقول له type، النوع عبارة عن text css. من ثم بنقول له href، بعدين راح نحط له المسار مال اللي هو صفحة ال css. جميل يا شباب، الاشياء الثانية style sheet و style، بعدين تحط بس اللي هو ال source، لا دي غلط طبعا، احنا ما نستخدم اصلا style عشان نربطها، ولا نستخدم style sheet، نستخدم اللينك. جميل يا شباب، where in HTML document is correct place to refer to an external style sheet؟ راح نحطها مثل ما قلت قبل شوي، نحطها في اللي هو ال head section، قسم ال head هو اللي راح يحتوي على اللينك هذه اللي احنا سويناها فوق. جميل، which HTML tag is used to define an internal اللي هو style sheet؟ شلون نسوي ال HTML الداخلي زين او ال CSS الداخلي؟ شلون في اي واسم نستخدمه؟ راح نستخدمه في واسم ستايل. خلي اشوف بس نتأكد اذا انتم موجودين او موجودين. حلو يا شباب، فبهذا النحو خلنا نشوف الحين اسم السؤال. Which HTML attributes is used to define inline
HTCSS او ستايلس. في عندنا احنا ثلاث انواع من السي اس اس، نقدر ان احنا نخليه في صفحة بحدة، ونقدر نخليه في اللي هو واسم ستايل، وفي عندنا الخاصية الثالثة انه يكون في نفس السطر على التاج نفسه. وراح نستخدمها هذه مع، انتبهوا، ما راح نستخدمها مع كلاس ولا فونت ولا ستايلز، لا راح نستخدمها مع ستايل اللي هو الاتريبيوت سمة ستايل. شلون يعني سمة ستايل؟ يعني هني مثلا على سبيل المثال نجي هني مثلا في التكست اريا نكتب ستايل، تعطيني اياه لو شفته، بعدين نحط له الاشياء اللي احنا نبيها. مثلا راح نقول له تكست الاين مثلا، بعدين نقول له مثلا رايت بهالشكل. حلو يا شباب. فاحنا بنجي هني ونقول له شنو ستايل، بعدين نسند لها اي شيء نبي من اكواد السي اس اس. هذه يسمونها اونلاين ستايلز. لو جات لكم اونلاين ستايلز راح نستخدم اياها واسم ستايل. جميل. فهذا وارد انه يجي هذا السؤال which is the correct css syntax. هني قاعد يقول لك ان ابيك تحط لي السنتكس، بناء الجملة الموجودة في بناء الجملة الصحيحة الموجود في السي اس اس. زين، بناء الجملة في السي اس اس دائما وابدا، زين، راح يبدأ باللي هو نقدر نقول التاج. نعم، راح يبدأ بالتاج، من ثم راح يحط اللي هو الاتريبيوتس، زين، السمات مالت اللي هو التاج نفسه. زين، السمات اللي احنا نبقيها في التاج نفسه. فهني لو رجعنا راح نروح حق السي اس اس، لو تلاحظون هني حط لنا بادي جاهزة لنا، بعدين حط لنا قوسين فاتح ومسكر، بعدين يقول لنا هي حاط لنا سهم بحيث ان احنا نحط الاشياء اللي احنا بيها. يعني مثلا تكست الاين مثلا، بعدين نقول له سنتر على سبيل المثال. زين، هنا لو شغلنا طبعا راح يكون سنتر، لو لاحظين فبهالشكل. فالسمات اللي احنا بيها يكون في الوسط بين القوسين ذيلي، بينما اللي هو التاج يكون في البداية. جميل. فلا تتخربطون في الاختبار لو جاب لكم اللي هو البادي يكون في النص، بعدين تكتب الصفات من خلال اللي هو نقطتين رأسيتين، لا ده غلط، ولا في حتى اللي هو الفاصل المنقوطة. الفاصل المنقوطة نكتبها بعد الأمر في حالة ان احنا بنكتب اكثر من أمر وهكذا. زين، عندنا هني ايضا اللي هو كيف نعلق في اللي هو الملف السي اس اس. ملف السي اس اس تعليق فيه how do you insert a command. is a css file. بالنسبة حق التعليق في ال html في السي اس اس لا تتخربطون، التعليق في السي اس اس ما يمديك تعلق بهذا الشكل. زين، انك انت تحط اللي هو سلاش مرتين وبعدين تحط تعليقك ما يجي فيه ابدا، ولا في تعليق اللي هو السطر الواحد. على فكرة هو في تعليق واحد بس عندهم، انك تفتح من خلال اللي هو سلاش بعدين اللي هو نجمة، بعدين تكتب اللي تبيه وبعدين تحط نجمة سلاش، وانت مخير انك انت تخلي اكثر من سطر او سطر واحد على راحتك. زين، فلا تتخربطون في الاختبار وتحطون اللي هو سلاش سلاش ولا سلاش سلاش في البداية والنهاية، او تحطون حتى هذه اللي هو عبارة عن اللي هو السنجل الكوتيشن. زين، او نعم شنو السنجل كوتيشن بالعربي، نسيت. زين، علامة التنصيص المفردة، اي صح. زين، which property is used to change the background color. شلون نغير اللي هو لون الخلفية حق اي عنصر احنا نبيه من خلال CSS
راح نحط اللي هو باك جراوند كلر فقط، لا تقولون بي جي ولا كلر ولا غيره. كلر راح يغير لكم الناس، فانتبهوا هذا حق الناس، كلر بحال حق الناس، بس باك جراوند كلر هي حق الخلفيه. جميل، فبهالشكل هاو دو يو اد باك جراوند كلر فور اول اتش 1 زين اليمنت. شلون نغير اللي هو الخلفيه، لون الخلفيه حق اي اتش 1 موجود في الصفحه؟ زين، هني ما راح نستخدم كلمه اول ابدا، ولا راح نستخدم اللي هو اول تكون في البدايه بعد النقطه، لا ابدا. راح نحط اللي هو اتش 1. خلوني بس اعرفكم على شيء هني زين عشان في الاختبار ما تضيعون. هذه اسم السلكتور او المحدد، هذه قاعد يحدد لنا العناصر اللي احنا بيها. اذا احنا حطيناه هنا احنا قاعدين نحدد في حقيقة الامر. زين، لو انا ابقى احدد هذا التكست اريا، زين اذا كانت عندي تكست اريا واحدة، زين انا لو كتبت تكست اريا راح احدد الوحدة الموجودة، لكن في حالة ان اضفت لها واحدة ثانية راح تطبق عليها نفس الاحكام تماما. زين، فاحنا لو كتبنا هنا تكست اريا وفتحنا قوسين بهالشكل، اي شيء نحطه هنا في الوسط، زين في الوسط، راح يطبق على التكست اريا. شوف الحين صارت الكتابة في المنتصف لو ملاحظين. زين، فويش لو اضافنا تكست اريا جديدة راح تطبق عليها نفس الاحكام تماما. زين، لو جينا هنا واضافنا تكست اريا جديدة وحدثنا، لو تلاحظون اللي فوق واللي تحت نفس الشيء تماما. ولو جينا حتى لو غيرنا مثلا الخط، مثل ما قلت لكم قبل شوي تغير الخط وخليناه ازرق على سبيل المثال، راح نلاحظ ان الخطوط اثنينهم فيهم صاروا زرق. زين، ليش؟ لان هذه المحدد راح يحدد اي تكست اريا تنوضع الان او مستقبلا في هذه الصفحه. لهذا احنا نستخدم اللي هو احيانا اللي هو الكلاس. الكلاس عباره عن نقطه فقط، نضيف النقطه بعدين نحط اي عباره، بعدين نحط هذه العباره في الكلاس او في اللي هو سمه الكلاس الموجوده في التاج. جميل، فبهالشكل نحدد اللي هو هذه الصفات على اشياء محدده هنا من قبلنا. زين، فبهالشكل فاذا قال لكم اللي هو نحدد على جميع الاتشوانات الموجوده في الصفحه، خلاص نحط اتشوان مباشره، بعدين نحط السمات اللي هو يبيها. فبهالشكل هذه تحدد جميع العناصر افتراضيا، افتراضيا بدون اول ودون اي شيء اخر. زين، واتش اتش سي اس اس. زين، property is used to change the text color of an element. هذا قبل شوي جربناها طبعا. هني قاعد يقول لك شلون نغير لون الخط حق عنصر حق اي عنصر موجود في الصفحة عن طريق اي اللي هو عن طريق اي سمة اتريبيوت، عن طريق اي اتريبيوت. راح نستخدم اللي هو الكالر، ما راح نقول له تكست كالر، لا ما راح نقول له فوق كالر، لا راح نقول له خط كالر بحدها. حلو يا شباب، لحظات بس. حلو يا شبيبة، الان راح نستأنف اللي هو الملف اللي احنا كنا فيه. حلو يا عبد الله. اي هلا، حياك عبد الله. الحين الاسئله هذه من منصه سطر هنا في سهل دبليو 3 سكول ولا غير؟ لا غير عن بعض، يختلفون اختلاف كلي يعني. ما ادري والله، ما اعرف، انا ما اختبرت ملف سطر. لأن والله ودي ان تكون يعني اسئله كذا واحنا نجاوب عليها، نفس حركه ابراهيم البريك. ايه، عشان ترسخ مره ترسخ المعلومه.
والله المشكلة الوقت الحين، ولا كان سويناها صحيح، بس المشكلة الوقت، عرف شلون الوقت داهمنا للأسف. يلا ما في مشكلة، يعطيك العافية حبيبي والله، بس إن شاء الله ترسخ في بالكم من خلال الفيديو يعني، إن شاء الله يا رب. زين which is a CSS property then controls the text size. لو ان احنا نبقي ان نكبر الخط او نصغره، شلون او شنو هي السمة اللي تخلينا نكبر الخط ونصغره، اللي هو حتى تعطينا حجم اللي هو النص، هي عبارة عن الفونت سايز، جميل، حجم الخط، وليست الفونت ستايل ولا التكست سايز ولا التكست ستايل. للاسف هني تقريبا لازم تحفظ، الحفظ مهم هني، اللي هو عباره عن الفونت سايز. جميل يا شباب. What is the correct CSS اللي هو syntax for making all the B elements bold؟ زين، عشان ان احنا نخلي اللي هو نقدر نقول اللي هو واسم البي عبارة عن اللي هو واسم بالخط العريض. زين، اللي احنا بنسويه مباشرة راح نقول له بي، وهو المحدد اللي هو راح يحدد جميع البيات الموجودة في الصفحة. بعدين بنقول له فونت ويت وايت. زين، بعدين بنقول له بولد بهالشكل. زين، ما راح نقول له بهالشكل ولا هذيلي، لا هذيلي كلهم خطأ. جميل، هني يقول لك اني طبعا الإجابة الصحيحة محجوبة، ما نشوفها للأسف. How do you display اللي هو hyperlink without an underline؟ يقول لك كيف نخليها بدون underline، اللي هو عن طريق اللي هو التكست والريليشن، بس ما تكتبها بهالشكل، حتى بس نعم عن طريق هذه. ما اتوقع بيجي بهالسؤال. زين، how do you make each word in a text start with capital letter؟ تكست اللي هو تعال الحبك، وانا نسيت بعد، انت مساء سألتي سؤال مهم فعلا. زين، بالنسبة حق الاختبار، ليش باختبار ابراهيم اصلا هني موجود، اذا رحت على الليرن بعدين نزلت في الاسفل، ايوه HTML راح تكون في شيء اسمه كويز، HTML كويز، صحيح، هي في كويز، بس ما ادري هل هو نفس السطر ولا هذا نفس ولا اساسا اللي احنا قبل شوي يعني فيها. زين، حلو، يعني موجود، اي موجود، خليني ارسل لك الرابط. احنا ماخذين الاسئله منها اصلا، هذا هو ال HTML مثلا. تمام، احنا الحين خلصنا ال HTML صحيح، وداخلين على CSS، ودخلنا بالنص يعني. اي انا من رايي لو خلصنا ال CSS نرجع احنا كلنا ك يعني المجموعه اللي حاضره الحين، احنا كلنا نروح كذا وندخل الاختبار ذا ونجاوب على مع بعض، لانه هو 40 سؤال ما هي ام دي 40 سؤال صحيح، بس ان شاء الله يعني شوف 40 في ال HTML، 40 في ال CSS، و40 في الجافا سكريبت، و40 في السيكوال، فصعب جدا انك انت تخلصهم كلهم. ولكن في موجود فيديوهات، الفيديوهات القديمة اللي لنا ممكن ارسلها، احنا اختبرنا اصلا فيهم، عرفت، اختبرنا فيهم ثلاثاتهم، CSS والسكريبت والاسمه، فممكن ارسلها كذا، تبيها ارسلها في الجروب وحتى في وصف الفيديو بعد. زين، عشان ترجعون لها. خلنا نكمل هني. يقول لك how do you make each word in a text start with capital letter؟ شلون نخلي كل الحروف الموجودة في الاتريبيوت هذه capital؟ راح نقول له فقط text transform، بعدين يقول له capital. زين، هذه السمة تخلي كل الحروف الموجودة capital. زين، لو رحنا حين نفذناها هناك
راح نلاحظ ذلك. تمام زين، الواضح انه ما تجي على هذه شو اسمه على لا بس الاريا فيها نقطة هني شوف. بس اول حرف، اول حرف يكون كابيتال زين. الابر كيس هو اللي يخلي لك كلها كابيتال، اللي قبل شو بس اول حرف كابيتلايز. حلو. حتى هني يقول لك تكست ستارت اول حرف يبقى كابيتلايز، ما انا شو اسمها ذي اعرف اقراها انا. تحويل النص text transform capitalize capitalize زين. which property is اللي هو used to change the font of an element، شلون نغير نوع الخط زين. نوع الخط اذا جينا نغيره ما راح نغيره عن طريق الويدث ولا راح نغيره عن طريق ستايل، راح نغيره عن طريق الفونت فاميلي. الفونت فاميلي هو اللي غير لنا نوع الخط. How do you make the text bold؟ قبل شوي شفناها اللي هو فونت ويدث الويتش ولا شو اسمها، بعدين نحط اللي هو بولد. What how do you display border like this؟ طبعا هني حاط لك ما يمكن بعد يجيب هذا معقدة شوي بس ان شاء الله انتوا تعرفونها. هني بعكس او بعكس بعكس تقريبا عقارب الساعة لو يبدا من اليسار زين. زين هني يقول لك انه عندنا بوردر، هذه البوردر نبي جايب لك انا الاشياء اللي بيها حجم البوردر او عرض البوردر في كل نقطة او في كل اتجاه انا جايبه لك، يجيب لك اللي هو ذا توب بوردر، بيقول لك ان التوب بوردر هو عبارة عن 10 جميل. بعدين بيقول لك الباتم لتحت هو عبارة عن 5 جميل. بعدين بيقول لك اللي هو اليمين او اليسار، عذرا اليسار هو عبارة عن 20 بكسل، بينما اليسار اتجاه اليسار في اللي هو البوردر التابع حق هذه الدف مثلا او هذا الجدول او اي شيء زين هو عبارة عن اللي هو شو اسمه 1 بكسل. هني لازم انك انت تحفظ الشيء ان اللي هو شو اسمه ان الـ اي شيء في البرمجة خاصة في السي اس اس هو مع عقارب الساعة. لو عندنا ساعة تناظرية زين نشوف ساعة تناظرية زين، لو عندنا ساعة تناظرية على سبيل المثال هذه في امازون زين، هذه الساعة لو تلاحظون تبدأ بهالشكل، تبدأ من 12 فوق زين 12 الظهر لمين اللي هو تخلص وبعدين تنتهي وتبدأ من جديد. هذه يسمونها مع عقارب الساعة، كل شيء عندنا في البرمجة مع عقارب الساعة مش عكس عقارب الساعة، لا مع عقارب الساعة. فراح يبدأ من فوق بعدين بيبدأ بيروح على يمين بعدين بيروح على تحت بعدين بيروح على يسار. حفظنا الترتيب يا شباب؟ فوق يمين تحت يسار زين. اتوقع انها رسخت الان في مخوخكم زين. خلنا نرجع الان الى السؤال، من هي رسخت في مخوخكم؟ هني الاشياء اللي مع عقارب الساعة اللي هو قلنا فوق جميل، بعد فوق شنو؟ مباشرة يمين، مباشرة يمين. انا حافظ قبل شوي شفت اللي هو الساعة التناظرية عرفت الحين انه يبدأ من فوق اول شيء بعدين بيروح على يمين بعدين بيروح على شنو؟ هل بيروح على يسار؟ لا ما يروح على يسار، يروح على تحت بعدين يروح على يسار جميل. فبهالشكل فاللي احنا بنسويه ان احنا موجود عندنا قلم
بناخذهم واحد واحد ونرتبهم بترتيب عقارب الساعة، راح نشوف الشيء اللي بعقارب الساعة وبنأشر عليه. طيب هني يقول لك اللي هو بوردر ويذ، بعدين يقول لك هني عشرة، هذه عشرة شنو؟ هي توب، مزبوط يعني 100%. بعدين واحد، واحد لو نركز عليه اللي هي رايت يمين، زين، اذا احنا ما زلنا مع عقارب الساعة. بعدين خمسة، خمسة شنو؟ تحت، معناته مع عقارب الساعة، ممتاز جدا. بعدين بيكون يسار اللي هو اخر شيء اللي هو عبارة عن 20. اتوقع انه هي مفهومة. طيب which property is used to change the left margin of an element؟ زين، شلون نغير اللي هو المارجن؟ المارجن شنو المارجن؟ المارجن هو الهامش، حلو، وهو الهامش الخارجي وليس الهامش الداخلي لأي اللي هو أي اللي هو تاج موجود في الصفحة. جميل. عبد الله تفضل. بالنسبة للسؤال اللي فوق، how do you display a border like this؟ بالنسبة للترتيب اللي هو the top border, the bottom border, the left border, the right، كيف الترتيب يكون؟ وشيء بالبوردر بعدين هو كيف؟ أنا قبل شوي وريتك الساعة، ركز على الساعة، لا تركز على الترتيب، لا ركز على الساعة. قلنا إن الساعة زين تبدأ من 12 هني، تبدأ من 12. أوكي. زين، فاثناعش هذه توب، جميل. بعدين تروح على اليمين، اذا جت تحرك عقارب الساعة تروح على اليمين ما تروح على اليسار، صح ولا لا؟ صحيح. حلو. صحيح. فاذا جت بتتحرك بتروح على اليمين، زين، بعدين بتروح على تحت، ما راح تروح على اليسار، لا راح تروح على تحت من كمشيك مع عقارب الساعة. ايوة احسنت. اي شيء في البرمجة يمشي مع عقارب الساعة، اي شيء، كل الترتيبات الموجودة في البرمجة تمشي مع عقارب الساعة. فبهالشكل بنبدأ فوق يمين بعدين تحت وبعدين يسار. احفظ اللي هو صورة ساعتك، لو عندك ساعة خلاص بتحفظ هذا الترتيب الى الابد. عرفت شلون؟ فوق يمين. اللي فوق، اللي فوق هو التوب رايت. ايوة. بعدين باتم، بعدين اخر شيء اللفت. جميل. حلو سيوف، يعطيك العافية حبيبي. اوكي معك. زين، فهني يقول لك which property is used to change the left margin of an element، شلون نعدل اللي هو الهامش، الهامش الخارجي اللي هو المارجن، المارجن هو الهامش الخارجي لأي تاج موجود في الصفحة. فاحنا اذا جينا بنعدل الهامش سواء اكان داخلي، لو هني غير اللي حط لك بادنج، زين، احنا بناخذ الاتجاه اللي هو يبيه اللي هو الليفت وبنحطه يم المارجن، زين، وعلى فكره المارجن في نفس هذا الترتيب تماما، زين، يعني اي شيء يجيبه لك ويقول لك ابغى راتب وخلاص راتبه بنفس عقارب الساعه. زين، اتجاه عقارب الساعه. الان يقول لك لا انا ابقي بس اغير المارجن ايسر، فانت بتقول له مارجن بعدين بتقول له ليفت. لو المارجن الايمن بتقول له مارجن بعدين رايت، مارجن باتم في حالة نقلق باتم وهكذا. فهني راح نقول له المارجن ليفت هو اللي راح يغير لنا الهامش الايسر. جميل. هنشوف هني يقول لك when using the padding property are you allowed to use negative value، صح ولا خطأ؟ عند استخدام خاصية الحشو هل يجوز لك استخدام القيم السالبة؟ طبعا لا، ما يصلح ان احنا نستخدم negative values، زين، اللي هو القيم السالبة ما يمدينا ان احنا نستخدمها مع اللي هو البادينج ويا اللي هو المارجن. جميل يا شباب. How do you make a list that lists its item with square؟ يقول لك هني شلون احنا عادة عندنا في اليو ال، زين، يطلع لنا دوائر، يقول لك شلون اسويهم مربعات بدال الدوائر. هذا بكل بساطة راح نقول له
list style list style type زين بعد ما نحط سكوير بس نتابعها وهني اللي تحطون اللي هو list style بحدها جميل list style type هذه شوية تحتاج لها حفظ نوعا ما فنقول list style type بعدين سكوير جميل بهالشكل هني بالنسبة حق ال ID هذا أكيدا راح يجي أكيدا زين how do you select an element with ID مثلا هو حق ديمو جميل هني قلنا احنا قبل شوي ان في شيء اسمه عندنا المحددات زين ان هذه يحدد اي تكست اريا موجود في الصفحة طيب يقول لك انا ابقيك تحدد على اللي هو ID معين ID مباشرة راح نحط هاش بعدين نحط اي شيء احنا نبيه مثلا توحط ديمو بعدين نحط الصفات اللي احنا نبيها حق هذا الديمو مثلا وراح تطبق على اي ID يكون بهذا الصفات عادة الID يكون رمز معين او واحد معين او معرف فقط واحد يكون يونيك فريد حق شخص حق element واحد زين يا شباب فبهالشكل احنا نسوي اللي هو المحدد اللي هو select زين selector حلو خلنا نشوف الان اذا بنستخدم شو اسمه بنستخدم الهاش ما راح نستخدم الدوت دوت حق الكلاس ولا راح نخلي فاضل لان الفاضل حق التاج العادي ولا راح نحط نجم مقابله وبعدين ديمو جميل How do you select element with class name test هني انتبهوا كاتب لكم class name في حالتنا وحاط لكم class name مباشرة تحطون دوت مباشرة بعدين نكلم اللي هو يبيهم زين ما راح نحط نجمة وما راح نحط فاضل لأن الفاضل راح يحط حدد لنا جميع اللي هو التاجات الموجودة واسمها تكست ما عندنا تيست ما عندنا تاج أصلا اسمه تيست زين فبهالشكل ولا راح نحط هاش لأن الهاش حق الاي دي مثل ما شفنا قبل شوي how do you select all p elements زين inside a def اللي هو ال element في حالة ان في شيء في بطن شيء زين يعني احنا نبقى نحدد البي اللي داخل الدف راح نحط له مباشرة زين هني راح نحط الدف بعدين نحط البي مسافة البي وخلاص خلاصنا شدي احنا حددنا شنو البي بس بشرط انه يكون داخل الدف فبهالشكل ما راح نحط نقطة أو شيء من قبيل لا ولا زائد ولا غيره فبهالشكل How do you group selectors أنا أدش خاصة هنا بس group selectors نقول محدد فاصلة أي فهمتك الحين يقول ان احنا نبقي نحدد اكثر من اللي هو التاج يعني احنا قبل شوي قلنا شنو وين هي الملعتنا زين قلنا ان اذا فصلناهم بمسافة معناته ان احنا قلنا البي اللي داخل الدف طيب الحين يقول لك لا انا ابقيك تحدد لي الدف والبي اثنينهم يا بعض يقول لك في حالة انك انت بتطبق هذه اللي هو السمات على اكثر من تاج زين راح تقول له مثلا div بعدين تحط فاصلة بعدين تحط p فهالشكل انت حددت اكثر من اللي هو اكثر من اللي هو element زين او اكثر من تاج جميل فانا مثلا طبقت على اي b واي div يصير له هذه الصفات جميل يا شباب بهالشكل فهذه يسمونها اللي هو ان احنا نحدد اكثر من تاج بينما اذا تبقي اللي هو تاج في بطن تاج فبهالشكل
جميل يا شباب، خلنا نرجع. نقول لك what is default value of the اللي هو position اللي هو ال property. هذا حق ال position. position اللي هو ال في عدة اللي هو ال values، فغريبة يعني. ما هي القيمة الافتراضية؟ أيوة default ما انتبهنا عليها، لخاصية اللي هو ال position. position في هذه الأشياء كلها ترى، في static، في absolute زين إنه مطلق، relative زين إنه يكون نسبي، أو fixed جميل. هذا كلها من سمات اللي هو ال position زين. ولكن السمة الافتراضية في أي عنصر موجود هي عبارة عن static، شيء ثابت جميل. والبوزيشن هو عبارة عن الشيء اللي هني مثلا، هذه اللي هو يكون مطلق على سبيل المثال أو يكون ثابت زين. فبهالشكل عموما خلنا نفصل فيه واجد، بس نحفظ ان الديفولت فيها عبارة عن static. ما أدري بيجي السؤال ولا لا. الآن انتهينا من السي اس اس يا شباب، وركم اللي هو نشوف الجافا سكريبت يا شباب ولا كيف؟ الجافا سكريبت ما توسعنا فيه حيل اتوقع. خلنا نشوف مستند ال شباب، انت موجودين ولا طلعتها؟ طيب اي معك يا عبد الله، خلي اختبار اونلاين في الجافا سكريبت، خليه والله. ايه على طول، لانه سهل، ما في اتوقع في الجافا سكريبت نظري سهل. لا هو ما بهذا المقصد، المقصد انه هل كل شيء راح يجيب الاستاذ في الجافا سكريبت؟ ما اتوقع. لا احنا دبليو 3 سكيل نختبر مال اختبارها 25 سؤال، هي 25 سؤال زي ممتاز. 25 سؤال. واساسا كيف بيجيب من الجافا سكريبت؟ بيجيب فانكشن يعني وكذا وكذا ولا كيف؟ لان كله هو فانكشن، لا كله اسئله نظريه اتوقع. ما يعني هو قال نظري نظري، ما يبي يتفلسف كثير على كلام، هذا اللي فهمنا منه. طيب مثلا السؤال الاخير بيجي يقول لك انسايد which html element do وي اللي هو بات ذا جافا سكريبت، شلون او اي اللي هو تاج نقدر نحط في وسطه اكواد اللي هو الجافا سكريبت؟ ايش رايك الحبك تجاوب عليه؟ اول واحد سكريبت. يا سلام زين. هني يقول لك وات از ذا كوركت جافا سكريبت سينتاكس تو شينج ذا كونتنت of the HTML elements below. علشان ترجمة، ما هي صيغة جافا سكريبت الصحيحة لتغيير محتوى عنصر HTML أدناه؟ شلون نغير محتوى اللي هو الكود الموجود هني؟ من اللي ودي يجاوب؟ تفضل حبيب. الثانية لحظة، الثانية اللي هي عبارة عن document.getElementById، بما ان احنا عندنا ID راح نعلم على الID بهالشكل زين. بعدين بنقول له .innerHTML، بعدين بنحط اللي هو العبارة اللي احنا نبيها. حلو، فممتاز يا حبيب. Where is correct place to insert a JavaScript؟ وين المحل المناسب عشان ان احنا ندرج اكواد اللي هو ال JavaScript؟ البوث اظن. اين هو المكان الصحيح لادراج JavaScript؟ شلون؟ الهيد والبادي، البوث. الهيد والبادي ما تفرق. بس احنا دائما نحطه بالهيد. نعم عادة نحطه في الهيد، ايوه بس عادي هو ما تفرق.
وين ما تحطه مو مشكلة. والله العالم خلينا نشوف احنا الإجابة بعدين هم يقولون عنها. What is the correct syntax for referring اللي هو to an external script called اللي هو xxx.js؟ شلون نربط اللي هو الملف الجافا سكريبت مع ال مع ملف اللي هو ال HTML؟ ما هي صيغة صحيحة الإشارة إلى برنامج النصين خارجي عشان نربط الملف خارجي حق ال HTML؟ هي بين الأولى والأخيرة أنا أعتقد. في فرق بينهم بين الأولى والأخيرة، شنو تتوقع؟ الأولى اللي هي يجيك على رابط HRF ولا؟ إي هذا حق ال HRF. والأخيرة اللي هو السورس اللي هو المصدر. إي، أنت إيش رأيك أي واحدة فيهم الصحيحة؟ المشكله ال xxx.js انا ما ادري، ما اعتقد انه رابط صراحه، اعتقد انه مصدر يعني. شوف فانا بروح مع شو اسمه، خليني بس اقول لك شيء، هذه الاجابه اللي تتوقعها صح؟ اي ممتع. هذا اللي اعتقد. بدايه الاشرف تستخدم مع اللي هو اسم الاي، فاحنا ما دخلنا فيها مطلقا. جميل، فاذا جات لك اتشرف لا ابتعد عنها تماما، السكريبت غير. اها يعني الاتشرف ما تجي الا مع الاي بس. نعم. ما تجي مع السكريبت. احسنت. ولا الامج زين، تجي فقط مع اللي هو الاي. جميل. والنيم ما لها اي قيمه، النيم عشان انك انت تشير له وبعدين تحط لها تبرمجها عن طريق الجافا سكريبت او شيء من قبيل، فما لها دخل ابدا، فاحنا ما عندنا اصلا الا السورس. جميل، والسورس هو عبارة عن الماستر، وهو طلب منك اللي هو سورس ماستر، شفه xxx.js هذي ملف وهو مسوي. جميل، فما عندنا الا السورس. جميل، فبهالشكل يكون عدينا هذا السؤال بامتياز. هني يجب ان يحتوي ملف جافا سكريبت الخارجي على هو سكريبت تاج، ايش رايك؟ The external JavaScript file must contain the script tag. لا دي فولز أظنها. أحسنت. فولز، ما راح ما مفترض إن الملف الخارجي لا يحتوي على اللي هو سكريبت، والسكريبت أصلاً ما يستخدم إلا في ملف HTML. زين. How do you write welcome word in an alert box؟ يبغي يحطها في اللي هو صندوق الالرت او صندوق التنبيه اللي يطلع في المتصفح، يبغي يحط كلمة hello world. هل نقول له hello world box، message box، او message، او alert؟ ايش رايكم؟ ما ترى حبيب؟ هي alert، بس اي alert ما ادري عنها. alert الأخيرة يمكن، اظنها، لان ما اتذكر مرات علينا بوكس. لحظة بس، احسنت، ما مرت علينا بوكس. اذا هي الالرت الاخيرة فعلا، alert بعدين نقول لها الورد بس. زين يا شباب، وهذا النحو. How do you create a function in JavaScript؟ شلون ننشئ الفانكشن في JavaScript؟ هل ننشئ نقول function يساوي my function، ولا نقول function بعدين نقطتين رأسيتين my function، أو function بعدين مسافة my function؟ مسافة على ما أعتقد. مسافة بعدين نحط my function. زين يا شباب، how do you call اللي هو function named my function؟ شلون نستدعي اللي هو my function اللي احنا سويناها قبل شوي؟ هل نقول لها call تعالي function my function، ولا نقول لها my function بعدين قوسين، ولا نقول لها call my function؟ my function على طول. my function على طول.
وانتبه هني يا حبك على القوسين، القوسين مهمين جدا. في حالة انك انت ما حطيت القوسين يعتبر variable او متغير، زين؟ في حالة متغير اي صح، في حالة انك يعني ما يعني ما نقدر نقول كول ماي فانكشن بينهم مسافة قصدي. شلون؟ يعني ما الجواب الاخير مو صحيح يعني؟ لا ابدا، كلمة كول اصلا مش موجودة بالبرمجة على الاطلاق، كل اللغات البرمجية ما في شيء اسمه كول. تمام. ما في الا ماي فانكشن هي الاجابة الصحيحة. جميل؟ زين، هاو دو يو رايت او هاو دو هاو تو رايت ان اي اف اللي هو اف ستيتمنت ان جافا سكريبت، شلون نكتب الاف ستيتمنت في الجافا سكريبت؟ اللي هو الاف اوس اي يساوي يساوي 5 سكر اوس اللي هو الثالثة. يا سلام عليك، انتبه وهي يعتبر اسناد اللي هو عبارة عن اللي هو يساوي بحدها اسناد، بدون القوسين ما تشتغل اللي هو الجافا سكريبت، فانتبه وهذه غلط. صح في البايثون لكن هني غلط، فاحنا ما عندنا الا هذه اصلا اللي هي عبارة عن اللي هو F بعدين اللي هو قوس I يساوي يساوي 5. How to write an if statement of executing some code if I is not equal to 5. احنا الحين نبقي نكتب ان اذا كانت الاي لا تساوي 5 جين، فكيف نكتبها؟ ثاني واحدة اقول لك الحين نبقى نكتب if statement اذا كان ال i لا يساوي الخمسة. الاخيرة. يا سلام عليك الاخيرة. زين، نحن راح نقول له if بعدين نقول له i بعدين نقول له لا يساوي الخمسة. جميل، راح نعدل. How does a while loop start? شلون نسوي while start؟ while loop. الثاني. زين. هي غلط. هي انت. الأولى. إذا while عرفت يساوي الآي. اكبر او يساوي 10 عند اي بلس بلس، يعني كل ما في الفتره يزيد واحد. حبيبي مشعل هذا طول العمر هذا مع الاف نجد نجد نجد. سكر المايك بس. عموما هذا الانكريز تستخدم مع شو اسمه مع الفور لوب، لكن الوايل لوب هي الاقدم، الوايل لوب اقدم من الفور لوب، فما حطوا فيها انكريز، زين ما حطوا فيها معدل الزياده هذا. زين، فاذا جينا نكتبها نكتبها بهالشكل بس اي اصغر من يساوي اللي هو بعدين نحط الشيء النبيل اللي هو مثلا 10 هني حاط. زين، طيب وين نحط الانكريز؟ طيب نحطه في وسط الواي. ايوه في وسط الواي فايل. الواي احسنت يا حبيبنا يا سيوف. زين، فبهالشكل. حلوين امور طيبه. يلا ممتاز. الحين جينا اللي هو اللي انت عنيه بمشعل. How does a for loop start? حلو يا ابو ثانية واضح. ايه الان اي واحدة يا ابو مشعل بناء على الكلام اللي احنا قلناه قبل شوي اللي هو الثانية. ايوه اللي كان اكبر منها واصغر منها ويساوي الفايف بعدين يزيد. احسن تماما صحيح الفور بهالشكل. طيب هني في عندنا شيئين مريبين، يعني عادة اللي بيكونوا في الاختبار راح يرتابون بين هذين الشيئين. هني عرفنا اللي هو أو نعم عرفنا
الاي في تعريف الاي زين، واسندنا اليه قيمه اللي هي قيمه الصفر. جميل صحيح، وهذا شيء مهم، بينما هني محذوف فتطلع صح. هذه لازم خاطئة، لازم تعرف عليها هو. أيوة، وهذه هي الصحيحة. صحيح يا شباب، واضح. وممكن هني يلعب، لكن ما أتوقع أستاذ أستاذنا شوي يجيب أسئلة مباشرة. زين، أي صحيح، أكثر أسئلة مباشرة يعني. لا 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 تخاف من اللف دوران. أي ما في لف دوران، فما نبقي نفصل زيادة عشان ما تضيعون. زين، فهذه هي الإجابة الصحيحة، إن في البداية راح نسند أو نعرف متغير ونسند لا قيمة، من ثم راح يكون عندنا الشرط، وآخر شيء راح يكون معدل الزيادة. جميل؟ صحيح، بس مثل ما قلت يا عبد الله، قراءة السؤال وفهم السؤال هي نص الإجابة. أي أي صحيح، أقرأ السؤال أبد صدقت. أفهم السؤال بتجاوب. صدقت والله، صحيح يا أبو مشعل. How can you add a command زين in a JavaScript؟ شلون نضيف اللي هو التعليقات في الجافاسكريبت؟ زين، الشرط الثانية. أيوة أحسنت، الثانية عبارة عن سلاش سلاش، بعدين نحط الأشياء اللي احنا بيها، وهذه عبارة عن التعليق لسطر واحد. أنا ما أدري بيجيب أسئلة اللي هو الأسطر متعددة، لو قال لك مالتي لاين راح تسوي له نفس طريقة التعليق اللي كانت موجودة في السي اس اس. اوكي، والله جواب هذا هو. يقول لك how to insert a command that has more than one line، يعني اذا كنا نبقى نعلق على اكثر من سطر، في اكثر من سطر. اي واحدة يا سيوف؟ طيب الاولى. الاولى؟ لا لا، ثانية 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 ثانية. انتبه، المالتي لاين الاسطر المتعددة. الشاشة 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 عندك وشت شوي. فهمت، هذا السبب الى ان اجي اشعار الان. انا شفت سلاش وقلت على طول ما ركزت على المالتي لاين. نفس مال السي اس اس. ايوه نفس مال السي اس اس، تمام، عرفت شلون. فبهالشكل انا ما ادري، في واحد في الجروب راسل الحين كلكم نجحتوا ولا اسمه كواتب، عموما ما علينا. حق ماده الاحصاء، ماده الاحصاء امس. الاحصاء، فهمت، ممتاز ممتاز. وات از ذا، لا درجات حلوه يعني. وات از ذا كوركت واي تو رايت جافا سكريبت اراي؟ هني يقول لك حط لنا اللي هو ونبقي شنو الطريقة الصحيحة بالأحرى، شنو الصحيح الطريقة الصحيحة لتعريف مصفوفة في جافا سكريبت؟ كيف نعرف المصفوفة؟ هذي جابها سؤال، جاء سؤال عليها. أتوقع إنه بيجي سؤال عليها. ما أخذنا مصفوفات، إحنا ما أخذناها. شلون؟ المصفوفات ما أخذناها في بس أخذناها في النظري، ما أخذناها في العملي، ما أخذتوها في العملي أنت. استخدتوها في النظر. إلا الألوان، قال هالألوان. زين. إلا. فأي واحدة؟ هي الكبيرة دي، الأقواس الكبيرة المصفوفات. الأقواس الكبيرة، أي واحدة؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ هي أول واحدة، أول واحدة. أول واحدة. أول واحدة هي أقواس المصفوفة، الأقواس المربعة دي يسمونها أقواس المصفوفة. أول. جميل يا شباب. بهالشكل لا تفكروا واجد، على طول أقواس مربعة. زين. هذا ما اتوقع بيجيبه. هذا جاء سؤال بعد، هذا جاء سؤال. تكلم عن ذي، تذكرنا الكلام. How هادو do you round the number؟ شنو الرقم او تقريب الرقم؟ شنو الرقم؟ قرب الرقم هذي زين اللي هو 7.25 to the nearest integer. نبقى نقربه الى عدد انتجر. تتوقعون ار ان دي ولا لا؟ هي الثانيه الثالثه. هي الثانيه الثالثه، جميل. اي واحده منهم تصفى عليهم؟ ومشعل، انا والله ما اعرف، انا ودي ان تفسير للسؤال هذا عشان لو جاء. هذه يا طويل العمر السلام، عندنا هو رقم كسر زين. ايوه عندنا رقم كسري، صحيح ولا لا؟
صحيح. يقول أيوة أيوة. أقرب لي إلى أقرب عدد صحيح. واضح أنت. ثانية. 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 الثانية حسن. شلون ما فهمت؟ قلت لك أنا مساك شكل. ما ثراوند اللي هو أقواس. أيوة. يعني اللي هو. فتكون بهذا الشكل. بس أنت فهمت الحين بمشعر صح؟ أي واضح واضح. ممتاز. زين. How do you find the number with the highest value of x and y؟ نبقي ناخذ أكبر عدد بين ال x وال y الأعلى. Mathmax أحسنت. Mathmax هو اللي راح يحدد لنا صحيح. أي واحد منهم الأكبر صحيح. زين. What is the correct JavaScript syntax for opening a new window called W2? هذه أنا ما أتوقع أنه بيجيب. ولا تتوقعون أنت؟ إذا جابوا. والله ما أدري. ما مرت علينا لا جديدة. ما راح يجيبها. JavaScript is the same as Java. هذا أكيد بيجيب. False. هذه لغة وهذه لغة. ما نخلو بعض كلش. هذا جاب السؤال. هذا. جاب السؤال. How can you detect the client browser name? ما أدري شنو هالسؤال ذا. كيف يمكنك الكشف عن اسم المتصفح العميل؟ لا. ما انت ما جاب ما اخذنا هذه اصلا ما اخذنا هذه ما اتوقع ما اخذنا كيف بجاوبه بس نقدر هي صحيحه بس بعد which event ولا ذي اخذناها لا ذي يمكن تجي ما اخذتوها بس يمكن تجي زين اللي هو الأحداث هذه اللي أنا تكلمت عنه قبل شوي ما الحدث الذي يحدث عندما ينقر المستخدم على عنصر زين على الفأرة فوق على التغييرات اللي هو ال HTML الأونكليك مرت علينا ذي أونكليك اللي هو إذا بالضبط إذا ضغط المستخدم على عنصر عادة نستخدم إياه الأونكليك جميل يا شباب فإذا شفتوا كلمة كليك هنا خلاص أنك عبد الله صوتك يقطع صحيح لا يمكن عندك يا سيف لأن واضح عندي أوه مثل النت أو شيء عندك يا سيف زين how do you declare a JavaScript variable هذا جابه شلون نعرف اللي هو متغير في اللي هو JavaScript الثانية variable char name انتبه يا الثالثة انا اقول هو var اللي هو var يعني انتخبت اللي هو char name هذا مشاهد هذه خاطئة تقول له var وبعدين char name او اي شيء هو يبي بشكل نعرف متغير حق اللي هو which operator is used to assign a value to a variable انتبهوا هني ايش اسمه قال يسول السؤال انتبهوا السؤال شوي في لعبه يقول لك شنو اللي هو العلامه اللي احنا نستخدمها عشان نسند قيمه الى متغير شنو العلامة اللي نستخدمها يا شباب؟ يساوي؟ أحسنت يساوي فهني فهم السؤال هو نصف الإجابة لازم تفهم السؤال شو اسمه يبي بالضبط صحيح اي فانتبهوا هنا زين What will the following code return boolean اللي هو 10 أكبر من 9 لو احنا حطينا هذا الشرط ف اف هل راح يرجع لنا ترو ولا فولس ولا نان نان نان
ليش؟ الحين هو ككتابة كتبها صح أساسا ولا؟ إيه صحيح العشر أكبر من تسعة. ترو. فراح يطلع لنا ترو. زين يعني نجي نحن في الإف زين وافترضنا هو على فكرة هو مباشرة تقدر إنك تطلع ترو أو فوس. مثلا تقول له document right بعدين تقول له 10 اكبر من 9 راح يعطيك ترو مباشرة. واضح يا شباب؟ لان 10 اكبر من 9. هني السؤال الاخير يقول لك is JavaScript case sensitive؟ زين يقول لك هل الجافاسكريبت حساسة لحالة الاحرف؟ صحيح نعم احسن yes. Yes. لا فولز فولز عبد الله ليش فولز ما تفرق معها كمل مو بنت قلت ان ما تفرق معاها في ال... ولا يقصد الجافا سكريبت بس مو بالاتش تي ام ال وكذا لا قال لك جافا سكريبت غير مو فاهم شيء عبد الله خطا طبعا في الاسئله عبد الله سام حبيبي تعال لي يا سيد نسخه قلت لكم على المثال ان هذه هي الاجابه الصحيحه شلون حبيبي تبي ارسل لك اياها؟ لي في الجروب ما عليك ابشر صورتها لبنية ذي الغرب ان شاء الله طيب هل نشوف خليني اكتب عليه جافا سكريبت حلو خلاص انت تبون السيكوال بعد شو رايكم؟ ما في مشكله اذا كان عندكم شغل ولا ما انا فاضي ما في مشكله يلا على السريع كذا شوف كم سؤال خلي بس ارسلها في الجروب سيوف يبقيها اسئله اللي قبل شوي رسالت في الجروب يا سيد تمام يعطيك العافية جميل خلينا نشوف هنا عندنا 25 سؤال ما ادري ايش طبيعة الأسئلة هل هي ضمن الأشياء اللي احنا تعلمناها ولا أكثر بس أحس كثير هو ما شرح الـ SQL ما تعمق فيه يعني ايه في اشياء كثيرة ما اشرحها لنا بس هذا يتوقع انه يجي مثلا يقول لك ماذا تعني سيكوال؟ شنو تعني سيكوال؟ شو رايكم؟ سيكوال اللي هو كويري لانجوج ولا اللي هو ستاتيكال اللي هو كويشن لانجوج ولا سترونج كويشن لانجوج واضحة تماما شو رايكم؟ الأخيرة أتوقع الأخيرة لا انتبه يقول لك strong يعني قوية questions أسئلة وهني language ما دخلها أبدا هي لغة استعلامات راح تكون query زين hello structured اللي هو query language زين strong Query language. طيب. اللي هو لغة الاستعلام الهيكلية. Structured query lang. اوكي. هلا يا شباب. فلا تخسرون الدرجات في هذا السؤال. جميل خلينا نشوف السؤال الثاني. اتوقع انه سهل بعد. يقول لك ما هي عبارة سيكوال المستخدمة لاستخراج البيانات من قاعدة البيانات شنو العبارة اللي راح نطلع من خلالها البيانات من قاعدة البيانات يعني راح نستعلم اي واحدة select احسن select كل البقية بيانات
انزين هني من السؤال، من السؤال ما يحتاج انك انت شو اسمه تتعقل، ما هي عبارة سيكوال المستخدمة لتحديث البيانات في قاعدة البيانات؟ ابديت. ابديت لانها موجودة ابديت فوق، فابديت مباشرة. جميل حلو. Which SQL statement is used to delete data from a اللي هو ال database؟ شو رأيكم؟ delete. أحسن delete. فمن السؤال هي الإجابة. Which SQL statement is used to insert new data in database؟ اي واحدة عدلين insert into. ها شنو insert into؟ ايوة insert into وليست insert new، لا insert into into. With SQL how do you select a command او column عدران named first name from data or table named person؟ يبقى يحدد اللي هو الحقل اللي هو العمود، عذرا العمود first name الموجود في قاعدة البيانات اللي اسمها او عذرا الجدول اللي اسمه person. ثالث عبد الله select first name from person. يا سلام. صحيح صحيح سنة. ايوه بالضبط احسنت احسنت يا حبيبي. With SQL, how do you select all the columns then from a table named person؟ دي سهل بس ان شاء الله. Last one. اي واحدة؟ Last one. Select and هذا يطلع لك الجدول كامل. اخر واحدة. ايوه احسنت اخر واحدة. Select نجمة from. صحيح. يطلع لك الداتا كلها كاملة. ايوه بالضبط. هذا اللي احنا نبيه. جاوبنا عليه. واحد ثاني شفنا نفس السؤال. With SQL, how do you select all the records from a table named persons where the value of the column names يساوي Peter؟ The last one, I think. نشوف. طلع لنا كل العناصر أو ريكورد تمين from persons. جميل هذا الجدول اسمه persons when first name يساوي بيتر. صحيح يا رب. زين الشكل. With SQL how do you select all the records from table named persons where the value of the column first name start with an A؟ إذا كان العنصر يبدأ بA جبل لنا. ترى السيكول مرة ترى مو ذاك الزود معنا يعني. أول واحدة أول واحدة أول واحدة إن شاء الله صحيح. Select person and press A. انتبه. I think ما that. فهمت السؤال عادة. يقول لك ان اول حرف في العنصر يكون حرف A. جميل. الفرست نيم اول حرف يكون A. جميل. فهني انت بتقول له شنو؟ بتقول له لايك. انتبه اللايك ذي مهمة. اللايك شنو فايدته يا ابو مشعل؟ زين اللايك فايدته يا طويل العمر والسلامة ان شو اسمه ان هي تشبه. فهني بتقول له مباشره بس يقول لك ان هي تبدا ب على طول استخدم اللايك. عندك اللايك اثنين اذا ذيلي خلاص ملقيين. هني يساوي اي اللي يسوون اي بيجيبهم لك. زين بما ان استخدمنا اللايك هني يقول لك اللي هو اذا كان يبدا بالاي والباقي ما مهم. زين اذا هذه هي الاجابه الصحيحه. زين هني اذا كان ينتهي بالاي والبدايه مهم. حلو اها فهمت قصدي يعني
طيب وش فرقها، وش فرق الاولى عن الثانيه؟ اذا كان الاولى بيجيب لي اي شيء يبدا بحرف الاي. لا، الاولى ما راح يجيب لك اي شيء يبدا بحرف الاي، راح يجيب لك اي شيء في اي كامل، يعني الاسم كله حتى لو في الوسط مصوي. يعني راح يعني لا، كلمه لايك يعني في البدايه. ايوه فرست. لايك يعني يبدا او ينتهي بالاي. جميل. واضح. انا متخربط هذه ولا ذي، بس اتوقع انه هذه يعني. حلو، واضح. زين، ذا اور شو اسمه ذي اوبريتور اوبريتور ايوه ديسبلاي ا ريكورد اف اني كونديشن لستز او عرفت شو ار يو. خلاص خلينا نشوف عموما نترجمها. يعرض عامل التشغيل OR سجلاً إذا تحقق أي من الشروط المدرجة. يعرض عامل التشغيل AND سجلاً إذا كان تحقق جميع الشروط المدرجة في اللي هو اسمه إذا كانت ترو. إيش رأيكم يا شباب؟ إذا أنت فاهم. والله لا أعلم. يقول لك إذا كان OR زين واحدة من الثنتين خطأ راح يعرض لك اللي هو العناصر، بينما الآن لازم يكونون اثنين صح عشان انه يعرض لك العناصر. ايش رايكم؟ الار يعرض ثنتين، اما الآن يعرض واحدة منهم. اذا توفر الشرط الاول ما يعرض الثاني، او اذا ما توفر الشرط الاول يعرض الثاني، هذا الآن. اما الار يعرض الثنتين. طيب صحيح، معناته ان واحدة من الثنتين صح يمشي الامور الار، بينما الآن لازم الثنتين يكونون صح. هذا هو الصحيح. انت ايش رايك، صح ولا خطا الجمله؟ طبعا انا احس ها صحيح ان شاء الله. صحيح. زين، with SQL how do you select all the records from a table named persons where the first name is Peter and the last name is Jackson. نبقى العنصر او عذرا الكلمه اللي اذا كان العنصر الاول او عذرا الاسم الاول بيتر والاسم الثاني جاكسون يطلع لنا. ايش رايكم اي واحده؟ الاولى يمكن. الاولى احسن، ما في الا الاولى اصلا منطقيه، الباقيين ايه. مش منطقيين لانه يساوي لا يساوي ما يساوي، ما في عندنا لا يساوي احنا بهالشكل، او عذرا فيه هو لا يساوي بس مب ما ما يمشي. الاولى هي لا صح، الاولى هي الصحيحه. زي ما سيكوال هاو دو يو سيلكت اول ذا ريكوردز فروم ا تيبل نيم بيرسونز زين وير ذا لاست نيم از alphabetical between A included and Hansen including and Winters. أنا ما شوي ما فهمت السؤال، أنت فهمته مش عارف. لا خليني شوي ترجمة أجل. كيف يمكنك تحديد جميع السجلات من سيكوال باستخدام له جدول يسمى الأشخاص حيث يوجد اسم العائلة أبجديا بين هانسن واللي هو بنت بيرترونز إذا ذلك. لا بتوين ما أخذناها، البتوين ما أخذناها قريب. بس ما أدري ترى يجيب كل شيء يمكن. هي البتوين فيها بتوين ذي تقريبا بين ذا وذا. بتوين اللي لاست وان. هذه قصدك؟ أظنها هي. أنا أتوقع أن هذا السؤال متقدم، هو يبقى لك يجيب لك اللي هو الأسماء اللي بينهم أبجديا. زين، ترتيب حسب الأبجدية. إيه ترتيب حسب الأبجدية. وهني ما لست أصلاً، هني last name بس كاتب between أيوة بالنسبة بناء على last name بالضبط. يقول لك between there ما أدري والله، أنا ما مرة جربتها حقيقة، ما أتوقع أنه هذه. زين، which SQL statement is used to return only different values
يجيب لك القيم المختلفة فقط، هذا بيجيب هذا سهلة. شو رأيكم يا شباب؟ سيكوال انكيو ولا سيكوال ديفرنس ولا سيكوال ديستنت؟ ديستنت ديفرنت يا عبد الله ولا لا؟ اللي ما يكرر اللي هذا لا تكرر القيم، اللي ما يكرر القيم ذا لاست وان. ها لاست وان هذا هو ديستنت. زين هذا اللي راح يكرر القيم. عشان يوضح لك السؤال الحبك، ما هي عبارة سيكوال المستخدمة لإرجاع القيم المختلفة فقط، ما يجيب لي التكرار مطلقا؟ هذا هو distant. Which sequel keyword is used to sort the results set؟ شلون نرتب اللي هو القيم؟ هل بالاوردر ولا السورت باي ولا الاوردر باي ولا سورت؟ شو رايكم؟ الاوردر. اوردر حلو. اوردر وش سيكون؟ شوف هني الاوردر خطا يا ابو مشعل، فانتبه عندنا لان كاتبها اي صح 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 اي اذا ما حطيت الباي ذا خطا. اي صح واضح هذا الشيء، يعني الاوردر متقربت ولكن الحقيقي هو البوردر باي. صحيح لازم باي. ايوه احسن. Which sequel who can you return all the records hello from a table named persons sort discounting عرفت شلون by first name descending يعني تنازليا hello descending حلو يا شباب، شلون نرتبهم تنازليا؟ شو رايكم؟ طيب هني اوردر باي فيرست نيم ديسندنج. ايوه الثالثه احسن. هني في اوردر باي وهني في اوردر فقط، فانتبهوا على صحيح بي. جميل. وهني الديسك، الديسك نحطه عشان نرتبهم تنازليا. جميل يا شباب. How can you insert a new record into the person's table؟ زين شلون نضيف اللي هو الريكورد جديد الى اللي هو جدول البيرسونز؟ شو رايكم؟ هل انتم موجودين؟ الاخيره هي الاخيره. اي موجود الاخيره. راح نقول لا هنا ما ذكرت كلهم بس شلون هنا ما ذكر عادة الصيغة اللي أخذناها اللي تعودنا عليها يذكر الأعمدة بعدين يذكر الفاليو. إي بس هذه صيغة ثانية، هذه الصيغة المختصرة إنه يمشيها بالترتيب. زين فهذه هي الصحيحة. سؤال معليش أبو عبد الله. تفضل. أبو الحين النظري والعملي درجة 50-50 صح؟ إي 50% 50% يعني 30 الدرجة اللي اليوم ما تنوخذ كلها، يعني تنوخذ بعض عشان يطبقها مع العملي، ولا كيف ترتيبه؟ لا أتوقع 30 كاملة اليوم. 30 كاملة. أتوقع إنه كذي. زين how can you insert Olsen as the last name in the person's table؟ شلون كيف نضيف أولسون as last name؟ insert Olsen into person last name. أيوة. ولا الثانية insert into person Olsen into last name. على ما تقول الثانية. ثانية. ما أدري ما أنا متأكد. لا هني في into مرتين. هذا غلط.
إذا الثالثة هي الصحيحة، لأن إحنا بنقول له insert، بعدين بنقول له ضيف إلى الجدول، بعدين بنحدد الجدول، بنحدد العمود، هذا اللي مساعة كلام عنها حبيب إن إحنا تعلمنا عليها، بعدين بنقول له follows، بعدين بنحط القيمة اللي نحن بيها. الشكل واضحة؟ واضح. إنزين. How can you change Hansen into اللي هو Nielsen in the last name command in the persons table؟ شلون نعدل اسم اللي هو هنسن ونخلي نيلسن؟ شلون نعدله ونبقى نعدل اللي هو last name ماله؟ واضح. اللي بنعدل عن طريق مباشرة الابديت، تعديل يكون عن طريق الابديت. جميل يا شباب. فعندنا اما الاولى او الاخيرة. زين. بعدين بنقول الجدول، الجدول عطاك اياه اللي هو persons. جميل. بعدين بنقول set، بعدين بنقول last name اللي هو هنسن. زين. last name هنسن. هنسن. بعدين بنغيره الى into نيلسن. هذا طبعا غلط الاجابة جملة وتفصيلا. الاجابة الصحيحة بما ان هذا خطأ اكيد راح تكون هذا هي الصحيحة. زين. اللي هي update person، بعدين set last name نيلسن. حلو. نحط مباشرة الاسم الجديد اللي هو احنا نبقى نيلسن، احنا نبقى نغير هنسن الى نيلسن. بعدين نقول له where last name يساوي هنسن، اذا كان اسمه يساوي شنو؟ هنسن. جميل يا شباب. فبهالشكل هي الاجابة الصحيحة. جميل. How can you delete the records where the first name is Peter in the اللي هو person table؟ الثانية. خلينا نشوف الثانية. هني في كلمة رو، احنا ما اخذنا رو ابدا من بدين هنا، اللي هي delete row first اللي هو Peter. لا ما اتوقع ان هذه هي الاجابة الصحيحة. ركز على شيء ومش على هني. سب. ألا وهو في الأشياء معظمها اللي أخذناها في كلمة وير. كلمة وير هي الكلمة المفتاحية. في الديليت، في الأبديت، في الانتو أحيانا. لا ما في في الانتو. عذراً. في كل شيء. سلكت. لا راح يكون وير. جميل. فأنت ركز على أن كلمة وير تكون موجودة. زين. فهني بتقول له ديليت فروم اللي هو بيرسونز وير first name يساوي بيتر. إذا كان اسمه يساوي بيتر حذف لي لهند. واضح. فهذه واضح. هي العبارة الصحيحة والأخريات خاطئة. زين. How can you return the number of records in the persons table؟ نرجع الرقم of records in the persons table. أتوقع هذا السؤال مبيانة، اللي هي select count، بعدين نحط له نجمة، بعدين نقول له from persons اللي هو ان احنا نطلع العدد مال العناصر، كم عنصر عندنا في اللي هو شو اسمه الجدول. حلو. فاهمين السؤال؟ فاهمينه رغم انه ما بيجي. أتوقع كم كيف يمكنك ارجاع عدد السجلات في جدول الأشخاص؟ نرجعهم بالكاونت. جميل يا شباب. حلو. What is the most common type of join؟ هذه أتوقع من بيانة. ما بيانة ولا ما أخذ رأيي. لا ما أخذ. هو أكثر أنواع الصلة شيوعا. ما أدري أنا حقيقة، ما أعرف أصلا الإجابة على السؤال، بس راح احط join table وباسولي. الحين يقول لك which operator is used to select value within a range. ما اخذنا الرينج، بس اللي هو البتوين اللي اخذناه. عموما احنا نستخدم البتوين عشان نحن نجيب له رينج معين. اذا هو صحيح الاجابه ما ادري عنه. النل. يقول لك يفرض القيد نو نوت نال
عمودا لا يقبل قيم نل. النل فاضي ما فيه اي معلومات. صحيح 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 بالضبط احسنت ابو مشعل تماما زين. هذه قبل شوي جلنا اتوقع بس خلينا نشوف. هو ما عامل التشغيل المستخدم للبحث عن نمط محدد في عمود؟ ايش رايك لايك مشعل مساء انت غلط فيه لايك ايوه لايك احسنت اللي قبل شوي زين. which sequel statement or statement is used to create a table او data table called customers؟ create table customer create table خدناها احنا اصلا صح. create table لا ما احنا ناخذ اللي داخل التيبل اما create table جديد لا ما كان يعطينا شو اسمه يا عبد الله كان يعطينا اساسا كود جاهز كذا يقول حطوه بس وخلاص هو اوريدي بيسوي لكم تيبل. فبهالشكل واعتقد ان الاجابه الصح الاولى لانه عمري ما شفت كلمه داتابيس ولا دي بي. اي صحيح ما قد شفتهم ديري صراحة. صحيح صدقني. الآن أخذنا اللي هو فيه عندنا سؤال واحد غلط بس أتوقع أنه طابع لنا زين. هذا الأخير يمكن شكله الأخير هذا اللي هو الجوين تيبل ما نعرف الله اسم إجابته. جبتوا قايل لكم مصدر موثوق يعني لا لا تمام تمام تمام. خلنا بس نطبع ونرسله في الجروب حق ذا اللي يحب يراجع. يعطيك الف عافيه اخوي عبد الله. الله يعافيكم شكرا لكم على الحضور. ما قصرت. اكثر حضور اليوم ما شاء الله. زين ان شاء الله يا رب اتمنى لكم كلكم التوفيق زين والنجاح ان شاء الله الجماعه كلهم في المارك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب انه يكون عندكم في المارك. اتوقع اليوم الاسئله سهله. استاذ يوسف عودنا على ان الاسئله تكون سهله. صحيح لان اللي هو متعود على العمل ترى النظر يصير عليه سهل. اي صحيح. اشكركم ويعطيكم الصحه والعافيه ونشوفكم ان شاء الله ما قصر. على خير. عبد الله نلتقي بالاختبار. تفضل حبيب محمد. عبد الله بخصوص ال HTML و CSS يمدينا نختبر كذا نفس الطريقة ذي. ايه عادي من W3 school صح؟ ايه يعني تروح على الكويز ودك انت تستغل وقتك يعني والله ودي صراحة يعني الحين احنا اختبرنا في الجافا والسيكول بس باقي الاثنين اها W3 والCSS هم اكثر اثنين اصلا اكثر اثنين فيهم يعني داتا واجد ماتيريالز واجد صدقت. يمديك يمديك انك انت تختبرهم عشان اذا رحت هناك خلاص تروح جاهز. بس انا ما اعتقد ترى ممكن هو يحط اللي هو درجات زياده زي الماده الحوسبه السحابيه معطينا كريدت 7 كريدت يعني بونص بس انه وقت التصحيح شال 7 كريدت. اها ترى اي ما هو سواها لنا التركي. اي سواها لنا في النصف. اي سواها في المترم صحيح. اي سواها بس حتى في النهايه ما ادري ايش والله الله اعلم ان شاء الله يا رب يسوي نفس القصه. يلا الله يسهل موفقين يا جماعه تمام. الله يوفقنا وياكم. يعطيك العافيه يا عبد الله. الله يعافيكم يا رب الله يحفظكم. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله.